والتمليك لكم، فدي دليل اهو. لكن هي المشكله في ان احنا مش متعودين نستخدم ايفيدنس، كل واحد بيقول بهوى. عندنا ممارسات كتير في حياتنا ممكن تفتقر للايفيدنس. الراجل ده شايف نفسه هيبقى مدير حلو عشان معلق الخمسه والخميس، وديت عشان تلزق العريس، بتلزق العجينه كده عشان ايه؟ قالوا لها دي تخلي العريس يلزق وما يسيبكيش، والباشا معلق جزمه في العربيه عشان يودي العيد. ودي طبعا مشهوره عندنا كمصريين، لما العصفوره تعمل عليها حمام تقول لك هتتكسي. ما اعرفش ايه علاقه العصفوره بانها تتكسي، ما علينا. وطبعا الحاجه والدتها عينها بترف تقول لك بس الطف يا لطيف، هتحصل مصيبه انا عيني بترف. فنخلي بالنا من الحاجات دي كلها، دي كلها ممارسات. فطبعا بقى اي حاجه كانت تحصل الست تقول لك ما هو الايفيدنس، انا كانت عيني بترف. طب ده مبني على دليل على اي حاجه؟ لا، دي حاجات كتير احنا تورثناها. عشان كده اصلا اول حاجه الوحي كان بينعاها على الناس التقليد الاعمى بدون دليل، ودي نقطه مهمه. كان اكتر حاجه بتواجه الانبياء ايه؟ لما الانبياء يكلمون بالدليل وبالمنطق وبالحجه يقولوا لا انا مش هاخد بكلامك، انا وجدنا اباءنا على امه، هو احنا تورثنا الامر ده. ودي خلي بالكم موجوده في الطب للاسف، في ناس شغاله شغل السوق. ازاي؟ هو خده من الدكتور اللي اكبر منه، واللي اكبر منه خده من اللي اكبر منه. طب يا فندم الدليل بيقول عكس كده، يقول لك لا احنا اتعلمناها كده، انت هتيجي تغير دلوقتي؟ يا مشكله كبيره. وللاسف احيانا بعض الناس تستكبر تاخد الايفيدنس من حد اصغر منها، ودي نقطه مهمه ان احنا نقبل النصيحه ونقبل التعلم من اي حد. يعني انا كنت احول حاله الاسم، كنت اقول لهم يا جماعه لو النايب النبطشي شايف حاجه عايز يضيفها للبلاد مفيش مشكله، يتواصل معايا وناخد وندي. وبالعكس مفيش حد كبير على انه يتعلم. يعني مثلا ربنا يحفظه دكتور نزار، هو ده راجل استاذنا وقاعد معانا، وهو يعلمنا الايفيدنس بيزد ميديسن، بس هو ربنا يكرمه يبقى حريص متواجد عشان يعلم الطلبه ازاي هم يثابروا على التعلم. لكن هو ما شاء الله عنده الخفيف. فعلا دي نقطه مهمه ان احنا مفيش حاجه ان احنا نرفض العلم ونرفض الدليل بان دي الحاجه اتعلمناها كده وورثناها كده. مفيش حاجه في الطب وفي اي حاجه في الحياه اسمها التقليد الاعمى، لازم يكون عندي دليل كده. تلاقي كانت اول حاجه في الرساله الربانيه اقرا اقرا اقرا، ابدا اكتسب العلم، والعلم هتستخرج منه الادله. اقرا زي ما نقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. الانسان كل ما بيكتشف وبيبدا انه يجرب يبدا يتعلم حاجات جديده. طيب هل معنى ذلك ان الايفيدنس بيزد ميديسن دي حاجه مانداتوري؟ يعني لازم ان انا امارس الطب بالطريقه المبنيه على الدليل؟ الايفيدنس هو الحاكم والفيصل في كل حاجه في حياتنا. وهنمشي مع بعض خطوه بخطوه، هنعرف اهميه الايفيدنس بيزد ميديسن في حياتنا وفي ممارساتنا على مستوى الشخص، على مستوى الجامعه، على مستوى الكليه، على مستوى الدوله. تخيل كده انا بقول للدكتور الامتياز من فضلك يا دكتور قيس ضغط المريض، ففوجئت ان دكتور الامتياز بيقول لي انا ما اعرفش. تخيلوا ان الايفيدنس بيزد ميديسن مع حداثته، والايفيدنس بيزد ميديسن تقريبا نشا في ثمانينات القرن السابق، يعني كان 1981، ومع ذلك بدا ان الموضوع يفرض نفسه بقوه ان الايفيدنس بيزد ميديسن مهم. جلازيسيو ايتال كان بيقول ايه بقى؟ 21st century clinician، طبيب القرن الحادي والعشرين، who can't critically read a study is unprepared as one who cannot take a blood pressure or examine the cardiovascular system. الطبيب في القرن الحادي والعشرين لما بيعرفش يقرا اي ورقه بحثيه ويكريتيسايز، باكد على الكريتيسيزم، وهنتكلم ان مش اي حد قرا حاجه على النت تبقى دليل، دي مشكله برضه. انا مثلا كنا نعمل سيمينار ولا حد مثلا جايب لي من ويكيبيديا، هي ويكيبيديا دي ايه؟ دي مش مكان، مش موقع علمي محكم، لا ده فيها كلام كتير محتاج يبقى ريفايزد. مش اي حاجه يا جماعه، برضو دي نقطه موجوده على النت تبقى اكسبت. طيب فهو بيقول لك زيه زي الدكتور اللي ما بيعرفش يقيس الضغط، تخيل بقى لو حد قال كده، طبعا دي مش مقبوله خالص. تمام، يقول such literacy، هذه الثقافه is common and clinicians thus foster unrealistic expectations about medicine. اللي ما عندوش خلفيه عن evidence based medicine
للاسف تلاقي بقى يقول لك الدهان ده وبيودي بيعمل كذا لا، طب ما الايفيدنس لا، ده بيعمل 20% امبروفمنت، يعني في نسب تحسن وفي كذا وكذا وكذا. طب لو جيت بقى سالت حضرتك في ممارستك الطبيه من الحاجات المهمه الديسيجن ميك، انا كطبيب عاي شغلانتي باخد قرارات ازاي؟ اول قرار ان انا هطلب انفستيجيشن لعيان، هطلب له تحليل، هطلب له اشعه، وخصوصا في الزمن ده كل حاجه بقت مكلفه. يعني تلاقي مثلا مريض جه لطبيب مثلا عنده وجع في اسفل الظهر ولا وجع في الركب، تلاقي طالب له رنين على الركبتين ليه؟ لو رجعت الايفيدنس هتلاقي ان الام ار اي مثلا مش هتغير الديسيجن بتاعك، بتفرق كتير، وخصوصا مثلا انها بتتكلف في الزمن ده الافات. فلا المفروض لو انا مش باني قراري على ايفيدنس بيزد ميديسن، على ايفيدنس، لا هذه الممارسه خاطئه. وخلوا بالكم اصلا الانفستيجيشن اللي اتطلب ومش سبورتد بدليل، المفروض اصلا الطبيب يتحمل تكلفه هذا الانفستيجيشن ويتحمل القرار ده. تمام، فدي نقطه مهمه، مش قصه بقى. فالديسيجن في التحليل، في الاشعه، في العمليه اللي هعملها للعيان بقى كعلاج، او الدواء اللي هديه، لازم يكون مبني على ايفيدنس، والا يبقى احنا ماشيين بدماغنا، مفيش حاجه اسمها كده. لازم كل حاجه تكون بدليل، مش بالهوى، مش بالمزاج. عشان كده ربنا نعى على اللي بيتبع الهوى او بيتبع اقوال بلا ادله، قال ايه يتبعون الا الظن، وربنا افرايت من اتخذ الهه هواه. يبقى اول حاجه بقى انا عايز ابدا اشوف دليل، انا عايز اخد قرار، فببدا اسال سؤال، هل مثلا هذا الانفستيجيشن هيفيد العيان ولا لا؟ مش حاجه اسمها اطلب بالمره مش هيخسر، لا، هل هذا الانفستيجيشن هيفيد العيان ولا لا؟ هل هذه العمليه الجراحيه هتحسن البروجنوزس وهتحسن السيمتوم او هتحسن الفانكشن بتاع العيان ولا لا؟ وهكذا. هل هذا الدواء افضل من لا شيء؟ دايما تلاقوا كده، خدها في السؤال للبحث، تلاقوا في الجايد لاينز، هل الكورتيزون في هذا المرض افضل من عدم اعطاء الكورتيزون؟ فاول حاجه ان انا دايما اولد السؤال، وده اللي هنتكلم عنه في الريسيرش كويشن ان شاء الله، ان انا احول المشكله اللي قدامي او الايشو اللي انا بتعامل معاه الى سؤال قابل للبحث. طيب بعد ما سالت سؤال، ما اجيش اسال بقى زميل او كذا او كذا، الا طبعا لو احنا هنبدا نبحث عن دليل. فالخطوه الثانيه ان انا ابدا اكواير الدليل، اشوف بقى سيرشنج فور ايفيدنس، ومهم قوي سيستماتيك سيرشنج، ان انا ما ادورش على موقع او كده، ادور في الداتابيزز الكبيره زي ما نتكلم في الليترشر ريفيو، ودي اتمنى لو ان شاء الله في عندنا فرصه بعد كده، دي ممكن ان شاء الله نبقى نقولها الليترشر ريفيو. هدخل على باب ميد، هدخل على جوجل سكولر، دلوقتي ما شاء الله في بنك المعرفه في داتابيزز كتيره، ابدا ادور واشوف الايفيدنس. تمام، فبالتالي انا محتاج اجيب ايفيدنس. طب انا لقيت ايفيدنس وزميلي لقى ايفيدنس، طب هناخد راي مين مننا؟ ايه راي حضرتكم؟ انا معايا ايفيدنس وده معاه ايفيدنس، وخاصه الزملاء باكد عليهم، اللي قاعد في عيادته او في المستشفى او كده، بيجي لك مندوبين الادويه وكل واحد معاه ايفيدنس، يقول لك الدواء بتاعنا احسن دواء في التاريخ. تمام، الغريب بقى ان كل واحد بيقنعك ان الدواء بتاعه احسن دواء، وطبعا برضو الموست افوردبل، ما اعرفش ازاي هو كل ادويه هي ارخص الادويه، ما علينا يعني. فبرضو ما فيش حاجه اسمها ان انا اسلم وداني للميديكال ريب او المندوب الادويه اخد منه الداتا، لا، اخد منه وانا اقدر زي ما قلت اكريتيسايز، يعني هم عندهم طرق في التسويق، فبالتالي إن ممكن يكون صح ده مع ترايل وده مع ترايل وده مع ترايل، الاس ان هيبيتور معاه ترايل في الضغط والبيتا بلوكر والانجيوتنس ريسبتور بلوكر وكل واحد معاه ترايل، يبقى انا دوري ايه؟ ده في ايفيدنس في حاجات كتيره، انا محتاج اشوف البيست اند ذا موست ريسنت ايفيدنس. يعني معلش انت دلوقتي اصلا، انا مثلا بذاكر من كتب المشهوره عندنا في البطنه كارنت ميديسن، كارنت ده من الكتب الشهيره، كارنت بينزل طبعه كل سنه كل السنه، فبالتالي ما ينفعش اجي الاقي مثلا زميل بيقرا كارنت بتاع 2018 واحنا خلاص داخلين، على فكره كارنت 2025 بدا نزل واحنا هو في اواخر 2024، فمش اكسبتد، لان في خلال السبع سنين دي في ترايلز كتيره، في حاجات كتيره. يعني من حضراتكم بيدخل على اب تو ديت، اب تو ديت من الحاجات الحلوه فيه انه بيعمل ابديت على طول، وتلاقي فيه حته سيكشن كده في اغلب المواضيع يقول لك وات از نيو،
خلي بالك احنا عاملين الليتريتشر ريفيو لحد مثلا شهر يوليو، واحنا دلوقتي في اكتوبر في 3 شهور، يقول لك لسه احنا في خلال ال3 شهور دول نزلت دراسه جديده، واتس نيو، الجديد فيها كذا، فشوف قد ايه. فلازم مش اي ايفيدنس الاقيه، لازم اشوف الموست كرنت والبيست ايفيدنس. يبقى انا هشوف الدليل حدثته قد ايه وقوته قد ايه، ان انا زي ما قلنا بعتمد عليه. فتخيل السند على حيطه مايله تقع بيه، لازم تكون مسنود على دليل قوي، على حيطه قويه. فدي مهمه جدا جدا جدا. طب هنجيب الدليل منين؟ هنا دورنا بقى في الطب ان احنا نشتغل في ريسيرش ريسيرش ريسيرش، ودي حاجه جميله، ربنا يجزي خير الدكتور نزار والزملاء، ان فكره ان الطلبه يتعلموا البحث. الحمد لله مثلا عندنا برضو وحده الابحاث الطلابيه، دي حاجه جميله. احنا فعلا كتير منا ما تعلمناش البحث الا لما دخلنا بقى في الماجستير وفي الدكتوراه والكلام ده كله. فمهم قوي، مش مجرد ال 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 الكلام النظري، لا، ترايل، جربت الدواء ونفع. يعني كتير قوي ثيوريتيكال، ودي نقطه مثلا. يعني احنا كنا بندرس لما كنا في سنه 6 طب، ان مثلا في عيان الهارت فيلير البيتا بلوكر كونترا انديكيتد. ليه؟ لان نظريا هي بتقلل الكونتراكتيليتي، وهو اصلا عيان عنده مشكله في الكونتراكتيليتي، فلا كونترا انديكيتد، فممنوع. كان عندنا اللي يدخل امتحان الشفوي ويتسال على الهارت فيلير ويقول بيتا بلوكر يسقط. دلوقتي اللي بيتسال في الهارت فيلير وما يقولش ان من افضل علاجات الهارت فيلير واللي بتقلل المورتاليتي والموربيديتي هي البيتا بلوكر، يتحاسب. يعني لو عيان هارت فيلير وما كتبتلوش بيتا بلوكر دلوقتي ممكن يقاضيني. ازاي بقى؟ لان ثبت بالترايل ان البيتا بلوكرز بتقلل الموربيديتي والمورتاليتي في الهارت فيلير. طبعا مش هقعد اشرح بقى النظريات اللي خلف ذلك، بس شوفوا كانت هي ثيوريتيكالي مش مقبوله، لكن الترايل اثبتت انها مفيده جدا، بل بتحسن الوفيات عن الدايوريتس وحاجات زي كده، فاصبحت داخله في الجايد لاينز. وبعد كده بدانا نشوف طب هي ليه بتعمل كده، طلع 1 2 3 4 وهكذا. فنخلي بالنا من القصه دي، فالترايل هي الاساس. طيب تعالى بقى نشوف بعد ما سالت السؤال بدات ابحث عن الدليل. زي ما قلت مش اي دليل هقبله، اعمل ابريزل، ابدا اقيم. عارفين كده لما ربنا يكرمكم الشباب يتخرجوا ويتجوزوا، من اكبر التحديات اللي بتواجه الشباب الخريجين اللي متجوزين انه ينزل يشتري طماطم. انا قعدت فتره طويله بيضحك عليا واجيب الطماطم، مراتي تقول لي لا دي مفعصه دي مش عارف ايه، اقول لها طب قولي لي ازاي اعرف الطماطم الحلوه، تقول لي مش عارف الناشفه وكذا وكذا، ليها كريتيريا ليها مواصفات. فبقيت بنزل، لا مش معلش مش انت اللي هتنقي لي، البياع بيبقى عايز يبيع وخلاص يديك لا من فضلك، انا اللي هعمل ابريزل، انا اللي هعمل تقييم للطماطم، الطماطم الجيده هقبلها واللي مش جيده مش هقبلها. معلش انا اسف في التشبيه الطماطم والكلام ده، بس هي فعلا كده، انا بعمل تقييم للاوراق البحثيه اللي موجوده. للاسف في اوراق بحثيه كتيره مش في جورنالز، بنسميها البريداتوري جورنالز او الجرائد المفترسه، في ناس بتنشر عشان تاخد فلوس، وفي ناس بتنشر كده وخلاص عشان تترقى، لا، فمش اي حاجه بتتحط اقبلها. ده في بيبرز كمان بعد ما اتنشرت حصل لها حاجه اسمها ريتراكشن، واللي عايز فيكم يشترك على ريتراكشن ووتش يشوف البيبرز او الاوراق البحثيه اللي اتسحبت بعد ما اتنشرت بسبب مشاكل في الميثودولوجي او مشاكل فيها اكتشفوها بعد كده، وفي حاجات بعد سنين من النشر اكتشفوا فيها ايه مشاكل بسبب حد قارئ ناقد عدت على الريفيورز وعدت على الجورنال وحد من القراء اكتشفها فتابعوا ريتراكشن ووتش. فلا لازم انا كريتيكالي ابريزنج، وهنعرف في الليتريتشر ريفيو ان في مواقع محكمه ومواقع غير محكمه، انا محتاج اعمل انا ابريزل. فبالتالي ان انا في الايفيدنس بيزد ميديسن مش هاخد اي طماطم، قصدي مش هاخد اي بحث، انا بختار احسن بحث، بختار احسن طماطم موجوده او احسن بحث موجود، بيست ايفيدنس. طب انا هعرف البيست منين؟ تخيل مثلا لما العيان يجي يسال الدكتور يقول يا دكتور هو العلاج ده مبني على دليل؟ فبيقول له دليل، دليل مين يا ابني؟ ده رايي وانا، ده انا خبير في المجال ده قبل ما انت تتولد، شوف ده انا شعر ابيض وما عندوش شعر اصلا. طب يا دكتور دي من باب الفكاهه يعني. يقول له دكتور طب هل تصح الصلاه من غير وضوء؟ فبيقول له طبعا تصح، يا سلام ما تصحش زي ده الصلاه من غير وضوء عادي جدا زي بوضوء. فقال له طب انت يا دكتور كلامك ده مبني على دليل؟ قال له اه طبعا، يا ابني انا اديلي سنين بصلي من غير وضوء والصلاه نفعت وعادي جدا وده اكبر دليل. هو للاسف طبعا الكلام ده مضحك،
هتخلي واحد يقول لك يا ابني عرفت ازاي ان الصلاه تنفع من غير وضوء؟ يقول لك ما انا قديل سنين بصلي من غير وضوء ونفعت. ما انت الاوت كوم هيبان يوم القيامه، هيبان بعد كده. فبرضه كده كتير مننا، انت الدواء ده بتديه في المرض ده يقول لك اصل انا بستخدمه من زمان وبيجيب نتائج. طب انت بيجيب نتائج، انت حضرتك عملت احصاء، جمعت العيانين، عملت قارنت بالبلاسيبو لا، فما فيش حاجه اسمها كده. ومعلش حتى لو حضرتك خبير في المجال، تعال نشوف البيست ايفيدنس بيتحسب ازاي. هتفاجئوا بقى بالمفاجاه دي للناس اللي مش قاريه الهرم بتاع الايفيدنس بيدس. تخيلوا بقى هذا الدكتور اللي كان ماشي بهواء او برايه، تخيلوا شوفوا الاكسبرت اوبينيون فين، في قاع الهرم تحت خالص، في قاع الهرم الاكسبرت اوبينيون اقل 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 حاجه في الدليل. ليه؟ لان هو ليس عليه ستاديز. فده يبقى نخلي بالنا اكسبرت اوبينيون يعني نرمي اراء الخبراء في الزباله، لا، هنعرف ازاي نستخدمها. الاكسبرت اوبينيون اعلى منه شويه، والله ده حد عمل كيس ريبورت، ريبورت بقى وسجلها وثبت ان في المرض الفلاني في كذا كذا كذا، او انا جربت الدواء الريتوكسيماب على حاله كان عندها ريزيستنت مش عارف لوبس نفرايتس وجاب نتائج. ده لسه في الاول، فدي اسمها كيس ريبورت، انت بتسجل حادثا. لا ده عدد اكبر، ده جربناه على 15 كيس سيريز، دي سلسله حالات. لا ده احنا بدانا وان احنا سجلنا بقى للخلف، شفنا الحالات اللي مشت على الريتوكسيماب والحالات اللي مشت على كذا، دي اسمها ريتروسبكتيف كيس كنترول. لا ده احنا بدانا الريتوكسيماب في حالات وبدانا نتابعهم الى الامام، يبقى دي اسمها الكوهورت ستادي. خلاص يعني كان شفنا الناس اللي بداوا الريتوكسيماب وتابعناهم. لا ده احنا بقى احنا اللي عملنا الترايل وعملنا انترفينشن وقارنا الريتوكسيماب بالبلاسيبو، تبقى راندومايزد كنترولد ترايل. خلاص فدي اقوى حاجه في الافيكاسي بتاع الدراجز. لا ده احنا كمان بقى ده الترايلز دي بقت في مواقع كريتيكالي ابريزد. تمام، لا ده احنا بقى حد مش عمل كريتيكال ابريزل للاستادي دي، لا ده جاب استادي واستادي واستادي واستادي، جمع كل الاستاديز اللي في المجال ده واشتغل عليها وعمل حاجه اسمها سيستماتيك ريفيو. بدا يشوف الايفيدنس، جمع كل الترايل. يعني احمد كان عمل ترايل على 20 عيان، ومحمود عمل على 30، وسين وصاد وعين عمل، فهو جمع كل الترايلز دول، كان فيه حوالي 30 ترايل بدل ما كان 20 و30، فانا معانا حوالي 2000 3000 عيان، الايفيدنس بقى اقوى. فبالتالي لما هو عمل كده بقى الايفيدنس اقوى، ده بنسميه سيستماتيك ريفيو. ويا سلام بقى لما يجي يعمل لها احصاء، ده ميتا اناليسيس، ده اقوى حاجه. فبالتالي نخلي بالنا بقى الحاجات الابريزد دي، ده فلتر وده ان فلتر، بس مع التاكيد ان في سيستماتيك ريفيوز محتاجه برضه ريفيو. فبالتالي ده الهرم بتاع الايفيدنس. طيب هنمشي فيه ازاي بقى؟ اقوى حاجه فين؟ القمه ولا القاع؟ لا اقوى حاجه هي القمه، اقوى حاجه السيستماتيك ريفيو والميتا اناليسيس، فده السترونجست، وقاع الهرم اللي هو الويكست. يبقى انت كنت بتقول لي اشوف البيست افيلابل ايفيدنس. البيست يعني انا لو في سيستماتيك ريفيو ميتا اناليسيس، من فضلك ما تجيش تقول لي ترايل. دي نقطه بقى مهمه، لما زي ما قلنا بتاع الضغط يقول لك البيتا بلوكر والاس انهبيتور والانجيوتنس ريسبتور بلوكر، كل واحد واخد لي ترايل وبيجي يلف بيها على العيادات. لا من فضلك الجايد لاينز في الغالب، الجايد لاينز بيعملوا ايه؟ انا عندي مؤسسه في الهايبرتنشن، الامريكان هارت اسوشيشن او اليوروبيان سايت اوف كارديولوجي، هينزلوا جايد لاين في الهايبرتنشن، بيجيبوا ناس ستاتستيشن بتوع احصاء وميثودولوجيست وناس كارديولوجيست، وبيجيبوا حتى بيشنتس، وابداوا ماثا بقى يبداوا يجمعوا كل الترايلز اللي اتعملت في الفتره اللي فاتت، ويبداوا يعملوا سيستماتيك ريفيو ميتا اناليسيس. عشان كده مثلا ما تستغربش انك انت تفاجئ ان البيتا بلوكر تراجعت كثيرا في الهايبرتنشن. سبحان الله، مع انها كانت اكثر دواء بيستخدم في مصر، وتلاقي الى الان شركات، بس خلاص هو السيستماتيك ريفيو ميتا اناليسيس قال كده، فالجايد لاينز قالت كده. فانت معلش ما تيجي انت تقول لي لا معلش انت ليك مكانك، بس انت في ستيب 4 الجايد لاينز قالت كده، لان ده غالبا مبني على السيستماتيك ريفيو ميتا اناليسيس. فبالتالي لو انت عندك في ميتا اناليسيس ما تجيش تقول لي كنترول ترايل، عندك ترايل ما تجيش تقول لي ماي اكسبرت اوبينيون، انا اسف
يو اكس يو ار ان اكسبرت، بس ده الويكست ايفيدنس، وهنتكلم في البيست ايفيدنس. طيب توضيحا بقى للنقطه، لسه كنا بنتكلم في الجايد لاينز، في الحته اللي انا بشتغل فيها الالرجي والروماتولوجي، دي الجايد لاينز. انا وانا بحضر المحاضره بتاع الانافيلاكسس فجبنا الجايد لاينز بتاع اليوروبيان اكاديمي اوف الرجي اند كلينيكال اميونولوجي الاياكي في 2021. وشوفوا بقى الجايد لاينز كانوا جايبين ايه بقى، جايبين من 9 دول، جايبين الرجيستس ناس بتوع حساسيه وبتوع اطفال بيدياتريشن وبرايمري كير ودكاتره مناعه وطوارئ وتخدير وسايكولوجيست وبيشنت اورجانيزيشن، جايبين كل ده وعملوا بقى السيستماتيك ريفيو وحطوا الجايد لاينز دي. طبعا انا مش هقراها طبعا، دي حاجه سبيشاليز، بس تعال نشوف هما بيقولوا الريكومنديشن. بيقول لك السيرتينيتي اوف ايفيدنس، مدى الموثوقيه بتاع الايفيدنس. هتتفاجئ بالتالي: very low evidence, very low certainty, very low certainty, very low. يا نهار ابيض، كل recommendation very low ما عدا واحد low recommendation, low certainty. يا نهار ابيض، يعني كل recommendation تقريبا درجه التاكد من قوه الايفيدنس very low. ازاي بقى؟ طب ما انت لسه بتقول لي البيست ايفيدنس، ما انت مش واخد بالك في كلمه انا ما قلتهاش، امال ايه؟ That is the best available evidence. يعني انا اسف برضه في تشبيه الطماطم، افرض انت رحت السوق كله الطماطم بايظه، فهتختار وانت محتاج طماطم دلوقتي، اختار احسن الوحشين. واصله لكم الفكره؟ فانا لما يكون عندي زي ما قلنا البيست افيلابل ايفيدنس، افرض مثلا انا عندي اكسبرت اوبينيون وعندي كيس كنترول ستادي، خلاص هاخد الكيس كنترول ستادي، هي مش سترونج ايفيدنس بس اقوى حاجه موجوده حاليا. وده بقى يخلي بالك، دي بقى نصيحه لحضراتكم وانتم بتقروا الجايد لاينز، لما تيجي تقرا كده وتلاقي فيري لو فيري لو، يبقى النقط دي ما زالت محتاجه ايفيدنس. دي ممكن انت بقى تشتغل عليها في انك انت تعمل ابحاث، دي خدوها دايما من الجايد لاينز. وفي جايد لاينز يقول لك ارياس فور سيرش، دي هنقولها في ريسيرش كويشن، تاخد منها ايه؟ تطلع منها اسئله بحثيه قويه جدا. فبالتالي انا بدور على البيست افيلابل ايفيدنس، يعني الهرم ماشي كده، لا انا همشي بالعكس، ابدا اشوف طب هل في ميتا اناليسيز وسيستماتيك ريفيو؟ لا ما فيش. طب في ار سي تيز راندمايز كنترول؟ ما فيش. طب كورت وهكذا، في الاخر لو ما لقيناش هنلجا الاكسبرت اوبينيون. فبالتالي نخلي بالنا من ايه؟ الكلام ده كله. طيب فبالتالي لو ما فيش جود كواليتي ايفيدنس، استخدم البيست افيلابل ايفيدنس حتى لو فيري لو سيرتينيتي، ما ده اللي متاح. واكيد انا مش هسيب عن الانافيلاكسس يموت، فاستخدم الدليل الموجود وان كان ايه؟ اقل في الموثوقيه قليلا. طيب وخلي بالك زي ما قلنا دي نولج جاب، فمن فضلك ابدا اعمل بحث، دور على الايفيدنس فيها. عايزكم بس تشوفوا السلايد دي وتقولوا لي ايه رايكم. دي رساله جات لي على الواتس، والليمونه المجنونه اللي قاعده بترقص، بروفيسور تشين هورين، مش عارف مدير مستشفى بكين، ماشيه هورين وبكين، ما علينا. ان ليمونه دافئه تفيدك طول حياتك، الليمون الحار يقتل الخلايا السرطانيه، قطعها 3 حتت وحطها في كوبايه ميه وحط عليها ميه دافيه لتصبح المياه قلويه. مش عارف هي قلويه ازاي اصلا، والليمون اسيدك يعني في فيتامين سي. يعني اقول لك بقى، ودوت هيعمل كده ويعالج الايه والاورام والسرطانات والكلام ده. فايه راي حضراتكم يعني لو جت رساله زي كده؟ وطبعا اهم حاجه ايه بقى، ما تنساش الكلمه اللي في الاخر دي، اي شخص ينشر هذه الرساله فانه يساعد شخصا ما، اتمنى ان تساعده في نشرها ولجه الاجر، تاخد الثواب واوعى ما تنشرهاش. والدكاتره الوحشين اللي بيخبوا فوائد الليمون ان هم عايزين يشتغلوا البيزنس بتاع الكيماوي والبيزنس بتاع الايه الطب، فطبعا ده كلام ايه، كلام عاري عن الدليل طبعا، يعني مفيش اي حاجه. بالعكس انا بقول انشرها وعليك الوزر، انك بتنشر بدون دليل. تمام، النبي صلى الله عليه وسلم قال من نشر عني حديثا يرى انه كذب فهو احد الكاذبين. حتى لو مش انت اللي اخترعته، بس انت نقلت بدون ما تتثبت، بفضلك تثبت من اي شيء قبل ما تنشر. هي دي فكره الكريتيسيزم، وان انا اشوف هل في ايفيدنس على الكلام ده. لا والله ثبت الليمون بيعالج السرطان، اهلا وسهلا. طب تعالى بقى زي شوف فوائد التفاح التي تغنيك عن زياره الطبيب.
بيقول لك بقى ان ابل بير داي كيبس يا دكتور اواي، تفاحه يوميا تغنيك عن الاطباء. كلام كبير. طيب هل في ايفيدنس؟ تعال نشوف. تفاحه وليمونه، تخيل بقى ان دي ستادي اهي، ودي ده الريفرنس بتاعها دي في 2011، التفاح والبيرز بيقللوا الستروك ريسك. يعني خلاصتها انهم بداوا يقارنوا الفاكهه، وقال لك هنشوف الصبغه اللي في الفاكهه، فقال لك هنقسم الفاكهه لقلبها ابيض، وتعرفين القلب الابيض حلو وجميل، والقلبها ملون وهكذا. فلقوا بقى ان هو زي ما قلنا اللي قلبها ابيض واللي قلبها اورنج او يلو او ريد وبيربل او الوايت خلاص. وقال لك لقوا بقى ان الهاي انتيك للفروتس او الفيجيتابلز وذ وايت فليش اللي قلبها ابيض بالذات التفاح والبيرز بيقلل الستروك ريسك 50%. ستادي. وقال لك النتائج ان كل 25 جرام يوميا في زياده في الوايت فروت والفيجيتابل كونسومشن بيقلل الستروك ريسك 9% كل 25 جرام. دي بقى الهازارد ريشيو، ونتعلم بقى ازاي نقرا، والكونفيدنس انترفال 5% من 85 ل 97%، دي حاجه سيجنيفيكانت ما وصلناش له. فاهو دي ستادي اتعملت اهي. طيب دي حاجه كويسه، التفاح برضو شكله كده ماشي كويس. انذر ستادي يقول لك بقى ان في بريتش ريسيرشز عملوا اناليسيز ان جاست اكسترا ابل ادي ممكن 8500 ديثز فروم فاسكولار ديزيزز ممكن تبقى بريفنتد ان يو كي. تخيلين. بس طبعا مش معنى ذلك بقى ان احنا بقى نرمي الستاتنز ونرمي الكلام ده، عشان في ناس بتاخد الكلام ده وبت اوفر اجريت تفسير الدليل. خلاص زي ما قلنا التفاح مفيد، يقول لك التفاح يقضي على امراض القلب والتفاح يقضي على مش عارف ايه، وما تاخدوش ستاتن اللي بتعالج الكوليسترول. لا طبعا الكلام ده مش صح، ده اوفر. هي برضو ده بعض الشركات بتعمل الكلام ده، انه يبدا يكبر قوي الايفيدنس اللي عنده ويعني يقول بنافور باللغه العاميه بتاعتنا. لا خلاص. بس تعالى فعلا تعالى قارنها بالمنطق كده، انت عندك الاستاتين بتبدا تقلل المورتاليتي والتفاح، بس التفاح ليه فوائد اكتر، اقل في السايد افكت وطعمه حلو. ف كونسيدر برضه دي ترايل ثالثه. كان يقول لك ويل قبل ادي كيب بنكرياتيك كانسر قوي، ولقوا في النهايه ان الكانسر كانسر بنكرياس اقل مع التفاح. فبرضه ما زال الكلام مقبول، ودي كلمه مشهوره في الوسط الطبي ان ابل ادي والكيب دكتور زوي. ده كلام بقى كلامها مفيد في الازمه والالرجي وهكذا، بس هو في كلام في ايفيدنس. فقصدي لما انا انصح العيان انه ياكل تفاح واقول له لا هيفيدك في علاج الكوليسترول وهيفيدك في كذا، انا برضو عندي ايفيدنس، بس ما حسوش بقى ان هي التفاحه هي العلاج ومبطل ادويتك. هي دي القصه المشكله الكبيره اللي عندنا، وهنتكلم عنها في قصه الطب البديل، بس نخلي بالنا النقطه دي وهنرجع لها تاني. طيب في ايفيدنس ان لابروسكوبيك كوليسيستكتومي هاز بيتر اوت كمز ذان اوبن سيرجري. قال لك استئصال المراره ممكن تتعمل بالمنظار وممكن تتعمل بجراحه. فقال لك مثلا لو انا طبعا مش جراح، بس مثلا لو قلنا الايفيدنس ان اللابروسكوبيك افضل من الاوبن سيرجري، بس انا مثلا في منطقه انا الاساتذه الجراحين اللي علموني ما علمونيش جراحه مناظير، انا بعملها اوبن سيرجري احسن من لابروسكوبيك، لسه ماليش خبره في اللابروسكوب. فهل بقى معلش برضه اخد راي حضرتك، اعملها هنا لابروسكوبيك احسن ولا اوبن سيرجري احسن؟ ها راي حضراتكم ايه؟ انا خبرتي اعلى في الاوبن، بس الايفيدنس قال ان اللابروسكوبيك كوليستكتومي نتائجه افضل مثلا، فهل انا هعملها اوبن سيرجري ولا اعملها لابروسكوبيك؟ حضراتكم سامعني؟ اعملها اوبن سيرجري، اعمل في اللي بفهم فيه. ليه اعملها اوبن سيرجري مع ان الايفيدنس مع اللابروسكوبيك؟ علشان دي انا بفهم فيها اكتر، وبرضه الاوبن سيرجري مش حاجه اللي هي هتؤدي بخطر للمريض، بل بالعكس هي هتديني نتائج حلوه. اه يبقى حضرتك بتراعي خبره الطبيب. ماشي خلينا نشوف برضو الموضوع دوت. دي الجايد لاينز بتاع الامريكان كوليدج اوف روماتولوجي لعلاج روماتويد اطفال او جوفينايل ايديوباتيك ارثرايتس. فقال لك التريتمنت الجوريزم لو اوليجو ارتيكلر، قال لك اول حاجه هتبدا فيها انترا ارتيكلر جلوكوكورتيكويد، تحقن كورتيزون جوه المفصل خلاص، او
ممكن تدي ترايل، ان تدي نون ستيرويد انتي انفلاماتوري دراجز، تدي مسكنات. وقال لك خلي بالك الاخضر الغامق ده سترونج ريكومنديشن، والاخضر الفاتح ده بنسميه كونديشنال ريكومنديشن اضعف. يبقى الاغمق ده الدليل الاقوى، يعني ده افضل من ده. برضو انا لسه طبيب حديث التخرج، او مثلا احنا عندنا مثلا ما بعرفش احقن المفاصل قوي، فهل استخدم دي ولا استخدم دي للعيان اللي قدامي؟ ها برضو دي نقطه، انا خبرتي في الحقن الانتر ارتيكولر قليله، الايفيدنس مع دي. بس هنا بقى هنلاقي الجاي الايفيدنس بيست ميديسن مش بياخد البيست افيلابل ايفيدنس بس. قول هاي اتفضل. ممكن ارفير لحد بيفهم. طب افرض احنا في عندنا ما فيش حد يعني، او العيان ده قدامي وصعب ان انا ريفير، ما عندوش امكانيات، ف هي بقى دي النقطة. طبعا لو في فاسيليتي ان انا انقل العيان لمكان فكر احسن طبعا، لكن هنا بقى الايفيدنس بيست ميديسن قال لك مع البيست افيلابل ايفيدنس من فضلك حط لي الفيزيشن اكسبيرينس. يعني انا لو انا خبرتي في الاوبن كوليستيكتومي احسن وما فيش حد بيعمل لابروسكوبيك، لا خلاص انا هعمل الاوبن. او انا ما بعرفش احقن مفاصل كده، خلاص هدي نون ستيرويد انتي انفلاماتوري دراجز. بس طبعا الافضل ده مش معناه ان انا اقف كده، لا الافضل ان انا اطور مهاراتي. بس انا بتكلم في الوقت الحالي مع الحاله اللي قدامي، ما انا قلت انا قدامي مشكله في عيان وعايز احلها، هدخله ده ولا ده مثلا؟ فمهم قوي ونخلي بالنا الاكسبيرينس بتزيد مع الوقت. بس للاسف هم لقوا ان كتير من الناس الكلينيكال اكسبيرينس والسكيلز بتزيد، بالذات بقى في التخصصات الجراحيه. بس كتير من الناس لما بتبدا تكبر في السن بتبدا الداتا والنولج بيقل. ليه؟ لان كله شغال، وبالذات في التخصصات الكلينيكيه. دي وصيه للزملاء في التخصصات الكلينيكيه، ما تنشغلش بالشغل عن القراءه والبحث والتعلم. طيب دي في ميلا عندها 70 سنه وعندها هيستوري اوف هايبر ليبيديميا، دهون عاليه ومتشخصه هايبرتنشن، وبتدور على يعني عايزه تبدا علاج للضغط، وبتسالك على الاوبشنز. فانت لقيت جود راندمايزد كنترول تراير، بتشوف ادويه الضغط اللي موجوده في السوق. بس الستادي انكلوجن كرايتيريا كان على بوبوليشن من 18 ل 65 سنه، وهي عندها 70 سنه، ولسه مثلا ما فيش ايفيدنس على او ترايلز مثلا في المنطقه دي. هل انت هتتجاه نتائج الاستادي دي عشان السبيسيفيك بيشنت اللي العينه بتاعتك مش داخله في الاستادي ديموغرافيك، ولا على العكس هنهمل الفرق في السن؟ هنا بقى بياتي الكلينيكال جادجمنت. يعني برضو انا في الاخر الطبيب اسمه حكيم، خلاص الطبيب اسمه حكيم. ان انا برضو ما انا لو ما فيش ترايلز في السن ده هبدا اشوف الايه الترايلز في السن الاقل وهكذا. ودي بتواجهنا كتير قوي دكاتره البيدياتريكس، تلاقي مثلا هذا الدواء ابروفد في الادلت اللي فوق 18 سنه. طب في البيدياتريك يقول لك الى ان يثبت يتم عمل ترايلز في الكبار في الاطفال ممكن نجرب نستخدم الدواء ده كبدايه ونشوف. في ادويه بياخدوها كتير من الترايلز بتاع الادلت، تمام؟ فنخلي بالنا من القصه دي، ان احيانا انت بتشوف بتحاول ان انت زي ما قلنا بتعمل بتسقط الحاجه قدر المستطاع على اقرب حاجه للبروفايل بتاع العيان بتاعك. في النهايه زي ما قلنا الكلينيكال جادجمنت مطلوب. طيب عيان عنده 40 سنه بتشخص بروماتويد ارثرايتس، هتعالجه ازاي؟ هو بيسالك يا دكتور انت في العياده ايه العلاج يا دكتور؟ هاخد ايه؟ فانت بدات تفكر كده، والله قلت اسال دكتور جوجل. طبعا جوجل احنا زي ما قلنا هسال دكتور جوجل، لا من فضلكم جوجل ده يعني ينفع تدور فيه على اي حاجه، لكن ما ينفعش تاخد منه ايفيدنس، لان في اي حاجه اخرها دوت كوم كوميرشال وبتاع ده. بس ده كلامنا في الليتريتشر ريفيو في المحاضره بتاعتها، لكن اقول لك لا في جايد لاينز. خلاص في جايد لاينز، دي مثلا الامريكان كوليدج اوف روماتولوجي قايلين لك ان لو ما فيش كونتر انديكيشن ابدا ميثوتريكسيت، ابدا ميثوتريكسيت. طب تخيل بقى العيان قال لك لا 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 مش هبدا ميثوتريكسيت. ليه يا عم مش هتبدا ميثوتريكسيت ليه؟ قال لك سمعت انه كيماوي
وبيسقط الشعر يا دكتور. قال له طب ما انا وانت ما عندناش شعر، انت مش واخد بالك ولا ايه؟ ما فاصدرش بقى، ما احنا ما قال له لا انا ولو والله انا ام احمد قالت لي جارتنا قالت لي خلي بالك بقى ده كيماوي والدواء الدكتور ده بيكتبه لك كيماوي وخلي بالك بقى اوعى لو قال لك الحقنه دي اوعى تاخدها. فطبعا من النقط المشكله اللي بتواجهنا ايه بقى؟ طب بص انا هديهولك والله العظيم لا تاخد غصب عنك هتاخد، طب لو مش عاجبك معلش انا اسف شوف لك دكتور تاني، انا ماشي على الجايد لاينز مش همشي على مزاجك. فايه رايكم في القصه دي؟ يعني باختصار من الحاجات المهمه ان من فضلك يبقى في بيشنت اديوكيشن، تواصل معايا مع العيان خلاص هشرح لك كده بهدوء. الاديوكيشن اباوت كارنت الترناتيف والريسك مهم جدا للعيان وللدكتور. يعني كتير قوي من العيان لما تقعد توضح له وتقول له خلي بالك ده كيماوي بس اقل بكتير 1/100 او 1/10 من الجرعه بتاع كيموثيرابي واستخداماته كذا والكلام ده بيفرق جدا مع العيان. فدي نقطه مهمه. طيب خلي بقى عشان بس دي حاجه بتزعلني قوي بقولها بالذات لو للطلبه، يعني دي عندنا مشكله في البطنه ما زالت، لكن شايف اقول له بتعالج الروماتويد بايه؟ بيبدا كده يهرش في دماغه ويقول لي والله الروماتويد كانوا كاتبين لي الجلد والبنسلامين. طبعا انا بسمع الجلد والبنسلامين كده ايه بحس ان انا ايه فعلا بيجي لي هيحصل لي اغماء. الجولد والبنسلامين دول كانوا زمان قوي، بقول لهم يعني انا يمكن ازعم ان انا كبرت في السن شويه، بقول لهم انا والله ما شفت الجولد بيستخدم في علاج الروماتويد ده زمان قوي. للاسف اغلب برضو دي مشكله ان اغلب السورسات اللي الطلبه بتذاكر منها بالذات في الاندر جراديوت وما زال في البوست جراديوت للاسف مش ابديت، مش معاها الابست افيلبل ايفيدنس. فدي نقطه يعني مهمه. طيب يعني ايه الحل بقى في لو العيان رفض انه يمشي على الجايد لاينز؟ انا شفتها دي وانا زمان كنت عم اقول له خلاص حضرتك شوف دكتور تاني، انا معلش مش هينفع الا كده، هو كده يا كده خلاص. ف مش عارف بقى انتوا ايه رايكم، خصوصا انا مش هسمح له انه يخلينا خالف الايفيدنس. ايه رايكم في الموقف ده لو العيان رفض الريكومنديشنز اللي مبنيه على الايفيدنس بيزد ميديسين؟ ما رايكم؟ انا فعلا بقى اقول له شوف دكتور تاني، انا مش ضميري مش هسمح لخالف البيست افيلبل ايفيدنس او جايد لاينز. اتفضلي دكتوره سلسبيل. يعني ممكن يكون عندي اطلب حوار. السلام عليكم. مش مشكله عادي اتكلم. اي اتفضل كلكم معانا اتفضل. ممكن يكون عندي مثلا اسلوب حوار معاه ان انا اقنعه بوجهه نظري مثلا، او مثلا ان انا عندي خبره في الموضوع ده اكتر من يعني الشخص اللي خد منه المعلومه الاولانيه، او مثلا اقول انا شرحت له هو ما اقتنعش ماشي اقول له صح انت معاك حق الماده دي فيها كيماوي عالي، بس مثلا افرض انت ما خدتوش وانا هكتب لك دواء تاني، بس الدواء ده يمين يمين شمال شمال هو ما اقتنعش، انا مش عايز مش هاخد الدواء ده لسه كان عندي عيانه وريكومنديشن بتقول كرونيك كونستيبيشن والسن كبير محتاجه كولونوسكوبي، قالت لي فوق تحت يمين شمال مش هعمل كولونوسكوبي خلاص. انا ضد ان اعمل منظار. تمام انا ولي امر العيان، انا اديته وجهه نظري وهو حر هو يختار اللي هو انفعله، بس حتى لو هو غلط انا وظيفتي اقول له لا انت كده يعني كده الدواء ده مش هينفعك وانت يعني انت اضرب مصلحتك، انا مش ولي امر العيان. طب تعالى بقى نشوف النقطه دي، انا متفق مع حضرتك. تعالى نشوف، انا قلت لك انا زمان كنت اقول له لا دكتور لو سمحت يعني اتفضلي. هو انا شايفه ان هو بيكون في كذا بديل، يعني مثلا لو العيان تعبه الدواء ده او مش متماشي معاه ممكن ياخد انواع تاني، لانه الحمد لله متوفر انواع كتير ممكن تعالج نفس المرض. ماشي، ما مثلا زي قلنا ممكن، بس قلنا ده البيست افيلبل ايفيدنس ده اقوى حاجه. ما يعني مثلا هو مش عاجبه الميثوتريكسيت ممكن نستخدم السيلسبت مع الكورتيزون كده، يعني هيكون يعني مش هدخل في التفاصيل العلميه قوي، السيلسبت مش مناسب في الروماتويد بس ممكن الفلونامايد. ماشي ما علينا، يعني ما قصدك ان ندور على بديل. ماشي والله رفض المنظار ممكن نفكر نعمل اوكلت بلاد انسولين برضه اوبشن، بس يعني هيبقى في ريسك ان انا ما استخدمتش البيست افيلبل ايفيدنس. انا متفق معاكم جدا ان هنا انا بقول كده حط الكره في ملعب العيان، ان انت في النهايه لازم هتراعي اختيارات العيان واولويات العيان خلاص. دي بنواجهها كتير قوي مثلا
في الايفيدنس على موضوع الصيام، اقول لعيان مثلا بتاع الدايابيتس بنعمل حاجه اسمها الدار كالكوليشن، ونشوف الريسك بتاع العيان، هاي ريسك ومودريت ريسك ولو ريسك. العيان المصري سبحان الله ويبقى كبير في السن ودايابيتك وهاي ريسك ويصمم يصوم، اقول له على فكره حتى شرع عند ربنا اداك رخصه كان منكم مريضا او على سفر، وتيجي تفاجئ ان العيان اصر يصوم، اقول له لا خلاص بقى بص انت مش هتتابع معايا وماليش دعوه بك. لا بالعكس، دوري ان انا ساعتها لو هو اصر يصوم against the recommendation، وللاسف وده بيبقى من التشدد شويه اصلا الدين اداك الفرصه، بالعكس الافضل انك تاخد بالرخصه، بس ما علينا هو اصر، يبقى انا دوري ان انا اقلل الريسك، وهاي ريسك الهايبوجلايسيميا والديهيدريشن والكومبليكيشن، يبقى انا دوري ان انا اساعده انه هاو تو فاست سيفلي، ازاي يصوم صوما امنا. خلاص هو في دي اختيارات العيان، خلاص لدرجه ان في بعض الديانات عندهم مش فاكر ايه ان هم حرام نقل الدم، دي تبقى مشكله. فبقى هو جاي لك وقلت له انت عندك سيفير انيميا وبتنزف محتاج نقل دم، يقول لك لا ده ممنوع، ما انا مش هقبل نقل الدم. فخلاص انت لازم غصب عنك هتحترم ان في العيان احنا مش بنعالج روبوت، هو كده ادوس على الزرار واقول له لا انا بعالج انسان. وفي النهايه اصلا هو الايفيدنس بيسد ميديسن زي ما قلنا هو هدفه خدمه المريض، تحسين الاوتكم والكواليتي اوف لايف بتاع العيان، فكل ده اصلا بيبقى بيشنت سنتر. خلاص يبقى اصلا هو بيبدا من العيان وبينتهي بالعيان، فلازم البيشنت بريفرنس ماست بي كونسيدر. طب يعني انا كدكتور ماليش قرار؟ لا، في حاجه بقى جميله قوي اسمها شيرد ديسيجن ميكنج، انا بشرح له وبوضح له وبنحاول ناخد القرار سوا. يعني دايما معلش ما اعتبرش نفسي وصي على المريض وان انا ولي امره، لا انا اوضح له يمكن هو ظروفه ما تسمحش، يمكن هو مثلا شايف انه ليه اولويات تاني، انا مثلا شايف ان انت عندك مشكله في ركبتك ولازم تعمل تغيير مفصل دلوقتي، طب انا مش هينفع انا ظروف شغلي ومش عارف ايه ومضطر ومصاريف البيت وبتاع، فمضطر اجل العمليه 3 4 شهور، طب ما ده مش الاحسن، بس هو ظروفه كده. فعشان كده بقى وصلنا للثلاثيه بتاع الايفيدنس بيسد ميديسن، ان انت بتختار احسن دليل الانفورميشن، وبتشوف خبرتك كطبيب، وبتشوف اولويات المريض. فدي المحاور الثلاثه للطب المبني على الدليل، لازم افضل دليل متاح مع معارف الطبيب وخبراته مع اختيارات المريض واولوياته، وبناء على الثلاثه تبدا تشوف حل السؤال. هو ده الايفيدنس بيسد ميديسن، وهي دي الثلاثيه بتاع الايفيدنس بيسد ميديسن، ودي اللي المفروض دي السلايد ماستر في الموضوع. خلاص، فعشان كده بالتالي الخطوات الاساسيه للايفيدنس بيسد ميديسن بقى افتكروا الايز دي، ان انا ببدا اسك ا كويشن، احول المشكله البحثيه او المشكله اللي بتواجهني في الشغل في البراكتس، انا بتكلم على البراكتس، الى سؤال قابل للبحث، ده هنتكلم عنه ان شاء الله في ريسيرش كويشن. بعد كده ابدا اعمل اكوايرنج للايفيدنس، بختار ببحث في الليتريشر عن افضل ادله، وبعد الادله لقيتها ابدا اعمل ببحث عن ادله، انا كده بعمل ابريزل تقييم ليها ونقد ليها، اشوف افضل دليل موجود ايه. بعد كده ابدا ان انا بعد ما بعمل ابريزل ابدا اعمل اجريجيشن، ابدا اجمع بقى في ترايل من هنا مع هنا، ده سيستماتيك ريفيو. ابدا بقى ان انا اعمل ابلكيشن، اطبق ده على الواقع بتاعي، على الحاله بتاع العيان دي، الحاله اللي قدامي، وفي النهايه بعد ما طبقت اعمل اسسمنت، شوف الاوتكم بتاع الديسيجن. خلي بالنا دي برضو سلايد مهمه، الخطوات بتاع البراكتس اوف ايفيدنس بيست ميديسن. فبالتالي انا باكد بقى ان من فضلك اياك تتكلم بدون دليل، اياك تمارس بدون دليل. للاسف احنا اصبحنا في فن جميل، لا هو مش جميل بصراحه، فن شهير اسمه فن الهبد. في ناس اصلا يعني لو ما بتهبدش ما بتفتيش هتموت. انا اذكر مره اول ما كنا في سته داخلين بقى، كنا احنا طب بني سويف ناخد سته في القصر العيني، اول ما اروح القصر العيني او اول ما اروح فاسال بقى بعد ما نزلت المترو القصر العيني منين، واحد يقول لي هتدخل يمين في الشمال، ادخل يمين في الشمال وافضل ماشي ما فيش اي حاجه، اسال واحد تاني يقول لا على طول وبتاع. فعلا تقريبا حوالي اربع او خمس افراد سالتهم مفيش واحد قال لي معرفش، كله بيهبد وكله بيقول لي غلط. فمفيش، هو مش عيب ان انا اقول لا. فنخلي بالنا الكلام بدون علم وبدون دليل ده كارثه، وهيوديني ويودي العيان في داهيه، وهيوديني وفي كل حاجه بقى مش في الطب بس، في كل حاجه. يعني ربنا علمنا قال من اكبر الكبائر وان تقولوا على الله ما لا تعلمون، ما ينفعش تتكلم بدون علم، بالذات لما تتكلم عن الله.
وكمان أرمال ولا تقف ما ليس لك به علم. في أي حاجة اوعى تتكلم إلا بعلم، في الدين، في الطب، في السياسة، في الاقتصاد، في مش عارف إيه. دلوقتي على السوشيال ميديا أي حد بيقول في أي حاجة، لا مش عيب إن أنا حاجة ما أعرفش أقول ما أعرفش، لا عادي جدا، عادي جدا، ما فيهاش أي حاجة. ما ينفعش أبقى أنا دكتور وقاعد مثلا في برنامج ولا حد بيسألني 50 سؤال وأنا أقول كل الأسئلة أجاوب. على فكرة عادي ممكن أراجع، أنا بفضل الله إلى الآن الحمد لله مثلا أستاذ مساعد، وكتير قوي العيان بيجي لي يقول له لا معلش انا ممكن اخد راي استاذي واتشاور معاه او هستاذنك. بقولها العيان وما بستحيش، انا هستاذنك، انا كده كده هصور الفايل بتاعك عشان انا محتاج اراجع الداتا في الحاله بتاعتك لان انا لسه ما خدتش قرار. مش عيب، عادي، مش حتى بقول لك ده طب ده انت المفروض ده انت استاذ، انت لا مش عيب خالص، ابحث ومش عارف. خلي بالك من النقطه دي، في بعض الشباب بيسال في مسائل طبيه يفتي فيها، وتيجي بقى تجيلنا نقعد نعمل على ستاف راوند وجراند راوند ونعمل وناخد فيها، مش عارفين ناخد فيها قرار قدلنا شهور، وهو كان حد جنرال براكتيشنر واخد فيها قرار. مش لا طبعا، يعني زي ما كانوا يقولوا افتى في مساله لو سئل فيها عمر بن الخطاب لجمع لها اهل بدر. نشوف بقى مين عمر. فانا بقول دايما بيفتى في مساله لو سئل عنها الاستاذ الدكتور فلان لجمع لها اهل الستاف راوند. لا مش حاجه اسمها ان انا اهبد واقول لا، احنا دايما يا شباب مش شغالين في موبايلات. يعني لو شغال في موبايل، الموبايل باظ، ضربت سوفت، هنجيب سوفت وير جديد، موبايل باظ هنجيب موبايل جديد، خسرنا كام الف. لكن احنا شغالين في ارواح ناس. ممكن عيان يموت نتيجه فتوى غلط انا قلتها، ممكن عيان يحصل له مشكله عاهه مستديمه بسبب حاجه زي كده. يعني لا، لما حد من الصحابه كان اصابه شقه في راسه انبطح واحتلم، فكان هيغتسل لصلاة الفجر، فسأل اللي كانوا معاه قالوا لا ليس لك عذر، فاغتسل في البرد وعنده جرح فمات. فلما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة جديدة قوي، مع النبي صلى الله عليه وسلم رؤوف ورحيم، قال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا إنما يشفعوا العيد السؤال. فدي نقطة مهمة، هم اللي قتلوه إن هم أفتوا بغير علم. فخلوا بالكم من القصة دي، واردة كتير جدا في الطب. فربنا علمنا ان احنا لا، ده احنا مش نتكلم بدليل، لا ده الوحي كان مش بيتكلم على الدليل، بيتكلم على الدليل الواضح، برهان، قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين، برهان. فنخلي بالنا ما نتكلمش الا بدليل قوي اذا او اقوى دليل متاح. طيب الحاجات مثلا بيحصل فيها خلاف كتير بقى، ودي اللي اتكلمت فيها مثلا اللي بنتكلم فيه دلوقتي، حاجه زي الكابنج ثيرابي او الحجام. تلاقي مثلا الناس تقول لك لا ما معلهاش ايفيدنس، مع ان على فكره فيها ترايلز، في ناس عامله سيستماتيك ريفيوز او كده. بس انا عايز اقول ان الايفيدنس، احنا لنا خصوصيه في ممارسه الطب، ان في ايفيدنس هو الوحي، والوحي هو اقوى دليل. يعني ان اصلا مثلا هو بنتكلم سبحان الله، انا عندي محاضره ان شاء الله يوم الخميس عن البحث العلمي والوحي، ان اول حد اتكلم في الايفيدنس هو القران. لما كنا جايبين ده مش بيتكلم على دليل بس، ربنا طالب بالبرهان، طالب بالحجة، طالب بالسلطان، يعني أدلة قوية، إن ما ينفعش أتكلم إلا بدليل قوي. وهو حتى علماءنا اتكلموا على الهيراركي أوف إيفيدنس. يعني مثلا يقول لك الحديث لازم تكون تشوف صحته، هل هو حسن ولا صحيح، وصحيح لغيره ولا، وبتشوف سلسلة الرواة وبتثبته. فكان كلام بإيفيدنس، ولازم كمان لو تعارض دليلين يقول لك البيست افيلابل ايفيدنس، يعني صحيح مع حسن تقدم الصحيح. شوفوا قد ايه كان في كلام كبير، وكان الكلام ده فيه ادله متواتره. طبعا القران كله متواتر، يعني اقوى الهيراركي بتاع الايفيدنس هو التواتر ده. طبعا مش هنتكلم في التفصيل دي، بس قصدي ان ده. فالحجامه مثلا حاجات اللي عليها كلام كتير في سنه النبي صلى الله عليه وسلم، بس احنا مش محتاجين، انا اوصي الشباب احنا نشتغل عليها ونطلع ترايلز، نبدا نقدمها للمجتمع الطبي، ونشوف مثلا الدوزنج والاماكن وهكذا. برضو من الحاجات اللي فيها كلام مثلا دلوقتي نظريه التطور، الايفوليوشن، وانا باكد هي اسمها ما زال اسمها نظريه التطور، لانها نظريه مش حقيقه. الانسان كان اصله ارد، كان مش عارف ايه، وكان اصله كذا. سبحان الله، طب ما احنا عندنا دليل قوي، ربنا يقول لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، هو اصلا ربنا خلق ادم ابو البشر بيديه. فخلاص ما انا اسف، كل ده بالنسبه لي مرفوض رفضا تاما. ان بيراد فرض نظريه التطور على كل اللي بيمارس الطب، والايفوليوشن، وان لا الانسان كان اصله قرد. طب ما القرود اللي موجوده ما تطورتش ليه؟ طب مش عارف، خدت كده داخل جنينه الحيوانات، داخل قفص القرد لقيت انسان، ايه يا عم؟ يقول لك ده انا كنت قرد وتطورت. طب يعني،
وازاي بقى الطفرات العشوائيه. طب الحاجه العشوائيه هتبني انسان محكم الاحكام ده كله؟ مستحيل. الذي احسن كل شيء خلقه. خلي بالنا من نظريه اسمها نظريه مش حقيقه، وللاسف هو تفرض على الناس في المجال العلمي. لا، لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم وعلم ادم الاسماء كلها. خلي بالنا من الامور دي. هي برضو ان لازم بقى عندي ايفيدنس من الوحي، خلاص اقبله. طيب يعني يقول لك طب مش متاكد مش عارف، لا يبقى من فضلك ابحث عن دليل قبل ما تعمل حاجه، قبل ما تقلد حد. طيب ايه اللي هيفيدني بقى في من البحث، او انا كطبيب او طالب طب ايه اللي هستفيده من ممارسه الطب المبني على الدليل؟ تعال نشوف كده على مستواك الشخصي ايه اللي هتستفيده. اول حاجه هتحسن الخدمه بتاعتك الطبيه، تزود كفاءتك. يعني انت مثلا، انا بدي ميثوتريكسيد بناء على الجايد لاينز وده اقوى ايفيدنس كفيرست لاين في الروماتويد، خلاص يبقى اكيد الافيكاسي بتاعتي احسن من واحد بيدي اي دواء تاني، مثلا بيدي كورتيزون ولا على لونج تيرم. فبفضل الله اقدر افيد المرضى. الحاجه الثانيه، لما نتبع الايفيدنس بيسد ميديسن اكيد الخلاف بيننا هيقل. لكن ما تلاقيش ده كاتب لفلوناميد وده كاتب ميثوتريكسيد وده كاتب كورتيزون وده، تلاقي فعلا روجيتات عجيبه وتلاقي في الضغط. طب ما لا، طب ما في جايد لاينز يا جماعه، وفي سيستماتيك ريفيو ميتا اناليسيس. طب ليه؟ بس ده كان دايما يقول لك لو سكت من لا يعلم لقل. الخلاف هيقل لو احنا بدانا نتبع الايفيدنس بيسد ميديسن. النقطه الثالثه القانونيه، انه هيحميك من العقاب. في حد فتح المايك؟ دكتوره تسنيم تعمل ميوتنج اللي فتح. ازاي هيحميك من العقاب؟ لو انا يعني ايه هيحميك من العقاب؟ انا اديت العيان دواء والدواء عمل سايد افكت، العيان رفع عليا شكوى في القانون في القضاء، هيتجاب تعالى انت اديته ايه؟ انا اديته اس انهيبيتور وهو كان هايبرتنسيف، ده حصل له رينال فيلير. طب هل انت كنت متبع القواعد العلميه؟ ايوه، جايد لاينز بتقول انها فيرست لاين وبنعمل سكرين وخلاص، يبقى انت غير ملام. طبعا النقطه الثانيه في العقوبه القانونيه يكون في تخصصي، ما بقاش انا مثلا دكتور جراحه وبعالج ضغط، ما بقاش انا دكتور بطنه واروح اعمل عمليات. ما حتى لو انا ماشي على الجايد لاينز هتحاسب لان انا مش لايسنس، انا مش مرخص لي ان انا اعمل العمليه دي او اكتب الدواء ده، مش تخصصي. خلي بالنا من النقطه دي. وطبعا الاهم البانشمنت امام ربنا، ان عقوبه ان انا لو اذيت انسان لان انا ما عنديش معلومه، ان انا ما ذاكرتش كويس، دي مشكله. النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن، يعني هو اللي عليه المسؤوليه امام ربنا سبحانه وتعالى، المسؤوليه القانونيه. كمان البحث والترايلز هتحسن السي في والكواليفيكيشنز بتاعتي كطبيب. يعني الحاجات اللي بتفرق مش انا بعمل ايه بس، لا ده كمان الابحاث اللي انا نشرتها واللي اشتغلت فيها. وكمان بقى لما اخد ديسيجن ابقى مطمن ان انا ماشي على ريكومنديشن ومسنود على حيطه قويه. فدي مهمه قوي هتحسن ديسيجن. فده على الايفيدنس بيسد ميديسن بالنسبه لي. طب على مستوى الجامعه، لا هتحسن اصلا من الحاجات اللي بتعلي الرانك بتاع الجامعه الابحاث المنشوره للجامعه، مهمه جدا. تخيل بقى عدد الطلاب اكتر بكتير من عدد اعضاء التدريس. فلو تخيل بقى لو كل جامعه بدا الطلاب ينشروا ابحاث هيعلى بالرانك بتاع الجامعه. انا طالب في كليه الطب، بالنسبه في كليه الطب جنوب الوادي، في كليه الطب القاهره، في كليه الطب كذا، كل منشور بحث بالافليشن او بالانتماء بتاع الجامعه ده بيدي سكور للجامعه، دي حاجه كويسه جدا. وطبعا ده بيعلى باسم مصر. تخيلوا بقى شوفوا مثلا يعني افضل 10 جامعات في العالم، تلاقي هارفارد، ستانفورد، كاليفورنيا، واشنطن، كل دول هتلاقوا تقريبا اول 6 جامعات الولايات المتحده، ومفيش غير واحده بريطانيا، وبعد كده الباقي برضه يعني تقريبا افضل جامعات الولايات المتحدة. مش كده، هم ليهم تحكم، العلم بيدي سلطان، بيدي قوة. طب الجامعات غير الأمريكية، تلاقي أكسفورد في بريطانيا، كامبريدج في كندا، فين كده؟ مفيش خالص أي جامعة عربية أو كده. يعني تعالى شوف بقى، يعني لو شفنا هنا كده هتلاقي إحنا ورا خالص. يعني شوف دي كانت إيه؟ يعني دي جامعة بني سويف، مش عارف كانت 46، واعتقد كانت ساوث، خلوا بالكم ساوث فالي اهي قبل بني سويف اهي. يعني احنا
1800 مش عارف 55، جنوب الوادي رقم 1700 وشويه. على مستوى افريقيا احنا 45 و46. لو ملاحظين هنا تلاقوا جامعه القاهره بعد كام جامعه بعد دي جنوب افريقيا 70 متخيلين. فلا دي تفرق جدا ان احنا نبدا نعلى بالرانك بتاع الجامعات. على مستوى الدول العربيه برضو هتلاقوا جامعات سعوديه سابقه الجامعات المصريه برضو. كل ده دي فاحنا برضو محتاجين، لا محتاجين لسه محتاجين ريسيرش. عندنا باحثين اقوياء بس احنا الشغل بتاعنا متاخر شويه. شوف انا دي جامعه، كنت جاي مثلا جامعه بني سويف عندنا احنا لا 1855. طبعا بيحصل تحديث للكلام ده اول باول طبعا حسب بقى النولج شيرد والريسيرش والسيتيشن بتاعك والكلام ده. طب على مستوى الشرق الاوسط شايفين كده اول جامعات ايه؟ الجامعه الاولى تل ابيب وجيرسالم، يعني ادخلوا اول جامعتين في الشرق الاوسط اسرائيليه. بعد كده الملك سعود وبعد كده طهران وبعد كده شوف فين يمكن جامعه القاهره رقم 11. فلا احنا محتاجين العلم هيدينا قوه، علم هيدينا قوه ان احنا محتاجين ان احنا فعلا هيفرق مش معانا احنا بس ومع بلدنا كمان. بقى من فوائد البحث ان انا هبقى بروديوسر مش كونسيومر، انا بنتج العلم. مش برضو خلي بالك انا مش مجرد بتسول المعلومه، خلي بالك الريسيرش بيصرف بس بيطلع ذهب. يعني مثلا تلاقيهم صرفوا على الدواء مثلا كابحاث مثلا 5 مليار دولار، بعد كده في فتره البيتنسي او حقوق الملكيه ممكن 5 مليار دولار يجيبوا له مثلا 200 مليار دولار متخيلين. فلا ده البحث بيفرق جدا كل حاجه طبعا من اجل البشريه. فعلا احنا كلنا بنبقى تروس في العجله بتاع العلم، ان احنا انا في تخصصي بضيف والمعرفه تراكميه، كل واحد بيبني على اللي قبله. فنخلي بالنا مش كده بقى يقول لك طب اصل احنا عندنا هنا الامكانيات ضعيفه في مصر والريسورسز ضعيفه، وتلاقي بقى البيئه ديت بقى ويقعد يقول لك لا وما فيش خلاص بقى الله يرحمه البحث العلمي ده كان راجل طيب. لا من فضلك ما لا للاحباط والمحبطين، احنا هنشتغل. هو الطريق طويل وصعب والحياه البحثيه صعبه، ودايما دايما يثبطك يقول لك انت داخل طب، يقول لك بقى طب مش عارف ايه وبتاع، يقول لك لا خليني عيل احسن اشوف بقى تقعد كام سنه ابتدائي وكام سنه. لا مش حاجه كده، ما الدنيا مش وحشه للدرجه دي. لا النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الرجل هلك الناس فهو اهلكهم. دايما اللي بيسود الدنيا والدنيا وحشه، لا ما فيش حاجه اسمها كده. وفي روايه فهو اهلكهم، هو سبب الناس المحبطه دي اللي بتفسد الناس. طب ايه الحل حتى لو الظروف صعبه ودي؟ اعمل اللي تقدر عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان قامت الساعه في يد احدكم فسيله فان استطاع الا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. يعني تتخيل الفسيله دي بتاخد سنين طويله على ما تبقى نخله، والقيامه قامت، لا اغرسها ما تستناش. يعني انت اعمل النهايه انك انت تعمل مجهودك ما تستناش الثمره ان شاء الله تيجي. الخطوه الاولى انك حدد هدف، انا عايز ابدا اشتغل ابحاث وانا طالب، عايز ابدا اشارك في وحده ابحاث، انا عايز الزق للاساتذه الباحثين كده زي دكتور نزار زي فلان زي فلان، ابدا اتعلم. ما فيش حاجه اسمها مستحيل، كله هيبدا. وحدد هدفك وابدا وتوكل على الله عز وجل ان شاء الله. انا ما انصحش تبقى طالب عادي، انا عايزك تبقى في يوم من الايام شخص غير عادي. واخيرا هختم بالجمله دي وبالحديث ده، كان شاعر يقول لك بعد ما تحط الهدف الله يكرمك خليه هدف عالي، يعني ما تقولش انا هدفي ان الاهل ياخدوا البطوله كذا ولا مش او ان انا ايه اخلص الكليه واتستر. لا خلي هدفك عالي قوي قوي. دخلت الكليه هطلع الاول على الدفعه، هعمل مش عارف ان شاء الله هعمل هكون من اكثر الباحثين الهايلي سايتد في تخصصي ان شاء الله، ان انا هتعلم زمايلي وهعمل وهعمل وهعمل. كان كما يقول الشاعر ان لم تكن صدرا باول جمله او فاعلا للمجد في اسهابي اياك ان تبقى ضميرا غائما او لا محل له من الاعراب. لما تيجي تحدد هدف، النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يحب معالي الامور واشرفها ويكره سفسفها. بلاش بقى الاهداف التافهه ومش عارف ايه بقى كل خلافنا في الكوره وفي التمثيل ومش عارف ايه، لا اشغل وقتك. انا بقول والله مع الوقت انا بقيت بستمتع لما بقرا ورقه بحثيه او بقرا حاجه في تخصصي في الطب اكتر بكتير من متعه حد عاشق للافلام ولا المسلسلات وقاعد قدام الافلام. بس دي بتيجي مع السنين، فهي دي بدايه الايفيدنس بيزد ميديسن. ابدا خد وقتك وتعلم
والزق في حد اكبر منك وابدا اتعلم السايكل، وهو ان شاء الله خطوه بخطوه هتتعلم. واتمنى يكون كده احنا غطينا الموضوع باختصار. احنا قلنا الايفيدنس بيست ميديسين ثلاث حاجات، البيست افيلابل ايفيدنس مع الكلينيشن اكسبيرينس مع البيشنت بريفرنس، لازم تراعي رغبات العيان توصل للشيرد ديسيجن ميكنج، وبعد كده ايه تبدا ان انت تمارس بقى، تبدا تاسك اكواير ابريز وتبدا تابلاي، وبعد كده تبدا ايه تاسس. لو حد عنده سؤال في الايفيدنس بيست ميديسين من حضرتك. اتفضل يا دكتور، اللي عايز يسال اي سؤال اتفضل يسال. انا عندي بس سؤال صغير، هو حاجه بس عيد تاني جزئيه لو المريض ما رضيش خالص اللي انا رديت اللي انا عاوزه. يا دكتوره النظام بتاعنا اللي بيسال بيعمل ايه؟ بيعمل ايه؟ ما حضرتش اول محاضره؟ لا حضرت، بيعرف عن نفسه. انا اسمي ايوه صح كده، اتفضلي. انا محمد في الاتنيا في طب بنها. بسم الله. ربنا يعز حضرتك. اتفضل يا دكتور. كنت بسأل حضرتك لما الدكتور المريض ما رضاش باللي انا عاوزه اديه له، وهو البيست افيلبل ايفيدنس قدامي بس هو مش عايز ياخده برضه، هو حضرتك انا كان عندي رأي ان هو مضيع على تعهد اللي انا ماليش دعوه، يعني هو اللي وافق، بس حضرتك كنت قلت ايه فيها؟ لا يعني هو انا البيست افيلابل ايفيدنس، لو ما رضيش بنقل على الستيب الثانيه والثالثه الرابعه، ولو حاجه فعلا اجينست ريكومنديشن ممكن يبقى عليها مشكله، ممكن نمضي العين على كونسنت. ناضي العين على كونسنت ان هو ريفيوزد. يعني انا دايما مثلا باكد على النقطه دي، ان لازم اكد على العيان ان لازم ان، وخلوا بالكم دايما في الطب احنا في ممارستنا دوكيمنت، اسجل واوثق ان مثلا العيان حصل الكومبليكيشن وانا مش موثق ان انا قلت له الحاجه دي هتبقى مشكله. فلا انا بقول له، وفي النهايه هو صاحب القرار. يعني خلي بالك انا ما اقدرش اجبر العيان على ممارسه، بس في النهايه انا دوري ان انا اوضح له واشرح له واخد بايده اللي قلنا للبيست ديسيجن بالنسبه له. زي ما قلنا هو هاي ريسك فور فاستنج، العيان ده خطر جدا انه يصوم وعنده رخصة شرعية ورخصة طبية انه يفطر واصر انه يصوم. فخلاص انا عن نفسي بكتب على الروجيتا patient fasted against medical recommendation، خلاص وانا كاتب كده وابدأ اقول له بقى خلاص طالما انت صممت الصوم يبقى خلي بالك هتعمل متابعة للسكر مع كل اذان، مع الظهر ومع العصر وقبل المغرب وهكذا، وخلي بالك لو حصل سكرك عالي عن 300 قل عن 75 حصل كذا يجب عليك انك تفطر فورا، ولازم انك انت تكون صلت الفيزيش وتعمل كذا. بقول له خلاص بس هو اثر، وصلك الفكره؟ ايوه تمام. صح انه يصوم لكن انا بوضح لازم اقول ده اجينست ماي ريكومنديشن. تمام شكرا حاجه جدا. لا طيب كده في حد تاني يا دكتور؟ معلش. طيب يا دكتور اتفضل. انا سارة اشرف من فرقة تالتة في طب جنوب الوادي. معلش انا كنت عايز اسال على حاجه. هو انا المفروض لو بيشنت جاء بمرض معين وانا كنت لسه عايز اشوف الجايد لاين الاخيره بتقول ايه، فلو استنيت وقلت له معلش يعني هشوف الجايد لاين ولا حاجه، ما انا ممكن كده افقد ثقه البيشنت فيا كدكتور. ما هو بص انا المفروض في تخصصي انا اول باول كده ابديتد، بس برضو الطب كل يوم في جديد. بس انا بقولها لك عن تجربه، انا كتير بقول للعيان لا انا، وخصوصا الحمد لله لما يكون الواحد العيان جاي له هو سمعته كويسه، العيان هيأكسبت ان هو انه ياخد وقته في الريفيجن. انا كتير مثلا ببقى في الممارسه انا ممكن افتح اب تو ديت وانا قاعد مع العيان، ممكن افتح ميد سكيب غيرك دي مش مشكله، بس ده احسن من ان انا ابقى انا مثلا في دوزنج محتاج اراجعها، مش عيب ان انا راجع. طب انا مش فاكر هل الافضل في الحاله دي الام ار اي ولا السي تي؟ عادي ممكن اكلم زميل راديولوجيست دكتور اشعه اقول له انا بدور على كذا كذا، احسن اعمل ام ار اي ولا سي تي؟ ولو هعمل اعمله بالصبغه ولا من غير صبغه؟ مش عيب ان انا كونسلت. واخد بال حضرتك؟
بدل ما اعمل حاجه وفي الاخر تطلع انا اعرض العيان لاشعاع وياخد صبغه وفي الاخر اكتشف ان كان ممكن ده يتشخص بالتر ساوند. لا مش معلش انا اسف، مش عشان شكلي قدام العيان اكلف العيان ولا اذي العيان. فلا بس هي محتاجه زي ما قلنا بتيجي بشياكه. والله الحمد لله انا الموضوع ده كذا وكذا واحنا مش، بس النقطه دي محتاجه ان نعمل فيها كونسلتيشن، محتاج ان احنا نريفايز. او ممكن هقول له هبوست بون واقول له معلش تعالى لي الاسبوع الجاي. وانا كده بعمل دايما بطلع من كل عياده عندي سواء البرايفت او في الجامعه ان في حالات محتاجه راجعها بسجلها وببدا، دي بتبقى قراياتي في طوال الاسبوع او بنتناقش فيها في الستاف راوند عادي ما فيهاش مشكله خالص. تمام دكتور سبيل، اول واحد عملت ريز هاند وكنت تفضلي اسالي. السلام عليكم، انا سبيل السليم طالبه طب بسنه رابعه جامعة بنغازي. سؤالي لو ممكن يا دكتور توضح لي الفرق بين الكيس ستادي والكنترول ستادي، لأني غالبا ما نخبط بينها. هي دي بس دي خارج السبيكترم بتاع المحاضرة، بس قلنا في كيس ريبورت. تفضل. معلش بس احمد عشان ما تخرجش بره السبيكترم. فعلا بص يا ترى سبيل الاسبوع الجاي يوم الثلاث هتعرفي الفروق ما بين كل ده ان شاء الله. دول مطعم دكتوره امل حجيش هتدينا طيب اوف ذا ستادي عشان بس نركز في الجزء الخاص بينا. اتفضل دكتور احمد، معلش اسف بقطعك يا باشا بس احنا عايزين. لا صحيح خلاص بقى. هي بس النقطه انا هدفي اقول ان الايفيدنس ليها هيراركي ليها هرم. فاحنا بقى لما نعرف انواع الاستادي الهرم اللي شفتوه ده بقى هيوضح لكم في المحاضره اللي جايه لما تعرفوا انواع الاستادز، يعني الفرق بين راندومايز كنترول ترايل والكلام ده. تمام طيب تمام ان شاء الله هنكون موجوده المحاضره الجايه واكيد يعني هنعرف الفرق زي ما بتقول لي. السؤال الثاني لما يكون المريض فعلا رافض العلاج، هو انا مش المفروض اني نتبع الاثكس واني انا احترم رغبته وما ادخلش فيها، لان انا ملخبطه بين ان هل لما نعرض عليه يعني بدائل هل هيك وكاني نخصب فيه على شيء ثاني، او مفروض اني اول ما يرفض خلاص نحترم رغبته ويكون اتباع للأفكس. ايوه طبعا، ما هو في النهايه المريض صاحب القرار. انا دوري ايه؟ دوري ارشادي، يعني انا بوضح زي ما انا بدي بحكي لحضرتك دلوقتي. انا المريض قلت له انت الكالكيوليتور بيقول ان انت هاي ريسك وممنوع تصوم، هو اصر انه يصوم، انا مش هقدر اجبره، بس انا في النهايه هكمل معاه برضو وهو صاحب القرار، بس انا هحاول اساعده ان نوصل للسيفست او الموست افكتيف ديسيجن، وانا بوضح له كل البدائل وهو بيختار. وفي كتير مثلا عيانين الرجيك راينايتس مثلا بقول له انت عندك اوبشنز، ممكن الجراحه وممكن تاخد الدواء، ممكن تاخد ديسنسيتايزيشن مينو ثيرابي، ده فوائده كذا وده فوائده كذا وده فوائده كذا، الاقوى في الايفيدنس هو كذا، بس في النهايه برضو دي كلها اوبشنز من حقك تختار خلاص. وفي النهايه زي ما قلنا صاحب القرار هو المريض، انا اسمه شيرد ديسيجن ميكنج، انا بوضح له، انا اللي عندي الايفيدنس وانا اللي عندي المعلومه فانا بوضح له، بس في النهايه هو قال لي لا انا مش هعمل العمليه، لا انا مش هاخد الدواء ده، انا خلاص انا مش هقدر اجبره، لازم احترم رغبه المريض. تمام مشكور يا دكتور. مدعب ستار تفضل. السلام عليكم، معك محمود عبد الستار فرقة 5 طب جنوب الوادي. بالنسبة بقى للنقطة بتاعت ان هو رأي الفيزيشن دايما بيبقى في البيز بتاعت الهرم، طيب هل يعني ده موضوع مثلا اللي هو السيستميك ريفيوز والميت اناليسز والكنترول ستاديز والكلام ده كله، هل دايما بتبقى مقدم على رأي الفيزيشن بشكل مطلق؟ يعني توضيح بس ان هو يعني ممكن احيانا الفيزيشن يكون شايف ان الستاديز دي اللي ماشي عليها والجايد لاينز ممكن ما تبقاش احسن حاجه في بالنسبه للحاله بتاعته، يعني بحكم مثلا ان الاماكن اللي اتعملت فيها زي يو اس اي مثلا او يو كي اتعملت فيها الاستاذ زيها فيها فاسيلتيز مش متاحه عندنا بالشكل بنفس الصوره يعني، فلو انا مشيت بالجايد لاينز ده هيكون ضرره اكبر على العيان، فهل الموضوع ده مطلق بيتم مراعاه النقطه دي لما اجي اخذ القرار ولا لا امشي على الجايد لاينز بغض النظر عن الظروف المحيطه يعني؟ لا اما احنا قلنا يا دكتور ان كده كده في الجايد لاينز مهم قوي البيشنت الكلينيشن اكسبيرينس، وحتى دايما هما في الجايد لاينز يقول لك دي جايد لاينز دي خطوط استرشاديه،
بس ما يجيش انا امشي اجينست الايفيدنس عشان انا رايي كده بس. لا، في حاجات جادجمنتال اللي بتسميها الحكمه، طبيب حكيم. يعني مثلا انا عجبني مثلا في جايد لاينز الامريكان في حاجه عندنا اسمها الجوينت سيل ارترايتس. جوينت سيل ارترايتس ده التهاب في الاوعيه الدمويه بيأثر على المخ او كده. ده زمان كنا بناخد بايوبسي من الفيسل، ياخد من التيمبورال ارتري ياخدوا بايوبسي، دي حاجه انفيزيف ويعني وبرضه ريسكي شويه. طالع دلوقتي الحمد لله من الحاجات السهله بنعمل سونار على التيمبورال ارتري، ده لقوا ان كفاءته قريبه من البايوبسي. فلقيت الامريكان جايد لاينز قايلين حته تحترم شويه، قايلين احنا ما زلنا نقدم البايوبسي. طب ليه تدخل في حاجه انفيزيف وعندك السونار سهل جدا بتعمل في ثواني؟ قال لك لان خبره الاطباء الامريكيين في السونار اقل من الاطباء الاوروبيين، فاحنا في امريكا ما زلنا بنأخر السونار لحد ما خبره الاطباء الامريكيين تعلى. شوف شوف النقطه دي، دي نقطه براكتيكال جدا والجايد لاينز بتراعيها. فطبعا انا لازم اراعي خبرتي. يعني انا زي ما قلنا مثلا انا فعلا مثلا ما بعرفش اعمل ما عندناش حد في بني سويف مثلا بيعمل الدوبلكس ده كويس، خلاص هبعت للجراح واخد بايوبسي. فهنا انت بتيلور، ودايما بقول الطبيب الشاطر والباحث الشاطر هو ترزي شاطر، بيعرف يفصل الجايد لاينز ويفصل الدواء على مقاس العيان وعلى مقاس المستشفى اللي انا فيها وعلى مقاس الواقع بتاعي. لازم كده احنا بنراعي الواقع طبعا. فانت دورك انت مش بتاخد وتنفذ الجايد لاينز تنفيذ اعمى، لا طبعا انت لازم بتيلور وبتظبطها على خبراتك وعلى ظروف العيان وعلى كذا. احنا كتير بنمشي اجينست الجايد لاينز. ليه؟ مثلا العيان بياخد الميثوتريكسيت وكذا، الخطوه اللي بعد كده بيولوجيك ثيرابي. بيولوجيك ثيرابي ده علاج بيتكلف الافات، مش متغطي في نفقه الدوله في عيان الروماتويد. خلاص انا غصب عني العيان ماهوش فلوس، همشي على اجينست الايفيدنس هنا غصب. ليه؟ لان الظروف بتقتضي زي ظروف المريض بس، او احيانا. فهي قصه ان انت بتيلور البيست افيلابل ايفيدنس مع خبرتك مع ظروف العيان واختياراته وارادته. انا مثلا كان عندي عيانه برضو والمفروض تاخد ميثوتريكسيت وفيري اكتف روماتويد، قالت لي يا دكتور معلش، وانا وضحت لها طبعا انه ما ينفعش يحصل معاها حمل. قالت لي يا دكتور انا لازم اجيب عيال لان انا هكبر في السن ومش عارف ايه ودي فرصتي ولازم احمل. فخلاص ساعتها اقول لها طب مش هعالجك، لا خلاص انا همشي اجينست اامن حاجه في الحمل، اديتها هيدروكسيكلوروكين ولودوز استيرويد، خلاص ده اجينست جايد لاينز. بس خلاص هي اختارت ان الحمل اولويه بالنسبه لها. نبهتها ان خلي بالك هيبقى الادويه اللي هنبداها دي ممكن يحصل في ريسك ان يحصل بروجريشن للروماتويد، ممكن وممكن وممكن، خلاص بس هي اختارت خلاص انا مضطر ان انا اختار لها امن حاجه مع الحمل. فلازم اراعي اختيارات العيان ولازم اراعي ظروفي وظروف البلد اللي انا فيها وظروف المستشفى اللي انا فيها. تسنيم علي اتفضلي. تمام، اسمي تسنيم علي، الفرقه الثانيه طب المنيا. انا كان سؤالي كيف اعرف الترتيب الجامعه بتاعتي على مستوى العالم وكده. لا، في مواقع محكمه بتنزل الكلاسيفيكيشن تقريبا في كل سنه وفي كل سنتين. انا ممكن ابعت لكم الرابط وتشوفوا بقى. يمكن يعني انا كنت منزله ده تقريبا كان 2023 وشوفوا. هتلاقي اغلب الجامعات على فكره بتعلن ترتيبنا ايه في الوقت الحالي. تمام، ممكن نبقى نبعت لكم الرابط. منار ممدوح، السلام عليكم. انا منار ممدوح من الفرقه الرابعه طب بيطري جنوب الوادي. كنت عايز اسال حضرتك، انا عندي كذا حاجه، في عندي كذا سورسز وكذا ايفيدنس عندي، ازاي احدد ان ده بيست ايفيدنس؟ بمعنى صح، انا عندي كذا سيستماتيك ريفيو، وصلت لكذا سيستماتيك ريفيو، وصلت لكذا ميتا اناليسيس، ازاي اقدر احدد ان ده خلاص ده حاليا الناس كلها ماشيه على ده الانترناشونال، ده الحاجه البيست حاليا يعني على مستوى العالم، فازاي احدد النقطه دي؟ لا، في مهاره هنتعلمها ان شاء الله بعد كده ودي بتيجي برضو بالخبره، الكريتيكال ابريزل، ازاي اقيم الورقه البحثيه. يعني احنا هنتكلم في الليتريتشر ريفيو ومع كده نتكلم في الكريتيكال ابريزل. ده ممكن بقى دي طبعا بقى حاجات ممكن ما تبقاش في الكورس الحالي او كده بتيجي مع الوقت. انا ازاي اقرا شابتر الميثودولوجي، ازاي اقرا
الريسيرش كويشن كويس ازاي اشوف وهكذا اقدر ان انا انتقد. اصلا من الحاجات اللي اوصي الشباب بيها ان الجورنالز بتبقى محتاجه حاجه اسمها بير ريفيور، ان انا اكون مراجع للابحاث، فده مطلوب وكلنا نشتغل في المجال ده. يعني قصدي ان هتديكوا خبره، قدموا واشتغلوا واشتغلوا مع حد. وبابلونز اكاديمي بتعمل دورات في الموضوع ده ان ازاي تكون بير ريفيور. استاذ احمد احنا كنا استاذ دكتور احمد الو ايوه اتفضل يا فندم. هترح استاذنك بس حضرتك في اضافه هنا، بس احنا الحته دي فعلا من الجزء اللي فات، يعني من الباتش اللي فات ركزنا فيها، والمره دي هنعمل حاجه اسمها من ان شاء الله بنقطع بدايه مثلا من المديول الثاني في نهايته هنعمل جلسات جورنال كلوب. هنعملها وهندي محاضره قبلها ازاي تعمل جورنال كلوب، علشان خاطر نبدا نعرفهم ازاي فعلا يعملوا كريتيكال ابرازل، وفي نفس الوقت كمان من الجنرال كلب هنعرف ناخد الماتيريال اللي هنعمل بيها ريسيرش، لان كلهم هيخش في مجموعات بحثيه. يعني نمسك موضوع ونقرا فيه ابحاث ونقراها مع بعض ونقول تقراها ازاي، ونطلع بفكره بحثيه من خلال قرايات كتيره مع بعض ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يبارك فيك يا دكتور نزار، يا ريتنا كنا طلاب عندكم يعني كنا نستفيد. ربنا يخليك يا باشا لينا يا باشا. لايك ندى خالد. السلام عليكم، اسمي ندى خالد، الفرقة الرابعة جامعة جنوب الوادي. دكتور احنا كنا قلنا من فوائد ان انا امشي على الإيفيدنس بيزد ميديسين انه لو مثلا العيان اشتكى اكون انا ماشي على الجايدلاينز. طب لو هو اصلا رفض الجايدلاينز عشان يعني تفضيلاته الشخصية، طب كده لو حصل يعني شكوى ازاي انا اثبت ان انا هو دي كانت ارادته هو كده انا مشيت على الجايد لاين؟ ما هو انا دلوقتي هو الايفيدنس بيسد ميديسن لو خدت بالك هو الحته اللي في النص، تلاقي البيست افيلابل ايفيدنس مع خبراتي مع اختيار العيان. تمام، فلا حسب لازم برضو رغبه العيان تراعى. افرضي هو اختار الاوبشن رقم 2 اللي هو مش الافضل، خلاص انا بحاول اظبطه بما يفيده. يعني أنا في النهاية أنا زي ما قلنا أنا مش من حقي أفرض على العيان ممارسة، خلاص يعني لا ده أنا مثلا أنا اخترت الأوبشن ده ووضحت له إن ده مش على الريكومنديشن، هو قال لي لا أنا مش هعمله، خلاص أنا بوضح. وخصوصا مثلا ما هعمل كولونوسكوبي ليه؟ لأن في ريسك أوف كانسر كولون مع السن ده، وده سكريننج وده بيقلل. قال لك لا أنا ماليش دعوة، أصل أعرف حد قريب عمل منظار وحصل له مش عارف إيه، فلا خلاص أنا مضطر أحترم رغبته وأنا وضحت له. بس زي ما قلنا دايما بوضح بدوكيمنت الحاجات دي، مادام لو في اي حاجه العيان اختارها اجينست الجايد لاينز بليز دوكيمنت، سجل ووثق، عشان لو لا قدر الله حصل مشكله بعد كده انت برضو حميت نفسك ووضحت ان انت عملت اللي عليك. تمام، شكرا يا دكتور. يعني انا مش هنسى عيانه في ادويتنا مثلا ميثوتريسيلفلامايد من الحاجات اللي كونتر اندكيتد مع البريجننسي. عيانه وانا بنبه على طول، حتى انا دايما اول سؤال بكتبه عندي في الشيت، في ميل متجوز، طب في حمل، في رضاعه، في وسيله، فبقول لها خلي بالك الادويه دي ممنوع يحصل معها حمل. فجات عيانه وحملت على الميثوتريكسيت، دكتور انت ما قلتليش. لا انا قايل لك وانا كاتب، لدرجه بكتبها حتى في الروجيتا، تم التاكيد على منع الحمل، ووضح بالعربي وبالانجليزي. دي نقطه مهمه جدا عشان ما يجيش بقى كده عين يقاضيك ولا يقول لك في كذا ولا لا، انا وضحت لك توضيح لا لبس فيه ان الامر المفروض فيه كذا. حضرتك اصريتي، حضرتك خالفتي، انا عملت وضحت لك، وفي النهايه المريض صاحب القرار. انا كتبت روجيتا، هل انا هروح مع العيان البيت واتاكد واخدها ولا لا؟ لا، ممكن العيان ياخدها وما يلتزمش بيها، خلاص انا عملت اللي عليا. شكرين جدا يا دكتور على الاجابات الجميله دي. معلش يا جماعه نوقف بس اسئله شويه عشان دكتور يفضل يكمل جزء من المحاضرة، وأي أسئلة لو يعني حد يكتبها على الشات أو يبعثها لنا على الجروب وإحنا بنجاوب على طول إن شاء الله. طيب يا المحاضرة الثانية إن شاء الله أقصر شوية و شير سكرين. بسم الله.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم في الموضوع الريسيرش كويشن، والسؤال البحثي من المواضيع اللي فيها كلام كتير محتاجين ان احنا نخلي بالنا منه، لان هو ده البدايه. ازاي؟ طيب ازاي؟ اي بحث زي ما قلنا، اول حاجه قلناها في الايفيدنس بيزد ميديسن اسك. اسك اول حاجه بقى عندي سؤال انا بدور على الاجابه ليه، فدايما البحث بيبدا باسئله. السلايدز باينه؟ ها باينه يا باشا، باينه يا احمد. طيب تمام، فلازم هسال ليه، ازاي هعمل، هدي ايه، طب هديه بجرعه ايه، طب هديه امتى، طب قبل الاكل احسن ولا بعد الاكل ده، ولا طب مش عارف، زي ممكن اسال هعمل سي تي ولا ام ار اي، هعمل ايه، طب هشخص كلينيكالي ولا بانفستيجيشن. اسئله بتطرا علينا كتير قوي في الممارسه. طيب ليه بقى، ايه فايده السؤال البحثي لحد هيمارس البحث؟ زي ما قلنا ان البحث هو بدايه الطريق، هو ده اللي بيخليني ابدا افكر، ابدا اطلع بمعلومه. إن دايما هو البحث ومحاولة إيجاد حل المشكلة، دي أزمة كبيرة. يعني احنا دايما بنقول إن المعضلات إيضاح الوضحات. المعضلات إيضاح الوضحات إزاي؟ خلينا نيجي نقول بحث بلا سؤال كبحار بلا وجه. يعني إزاي يعني حد يتخيل؟ للأسف احنا بنشوف عندنا بعض الناس بتعمل بحث بدون سؤال، وهوضح لكم جات إزاي دي. يعني تخيل مثلا البحث ده رحلة، أنا عشان أوضحها، رحلة هقضي فيها سنتين ثلاثة من عمري، حسب بقى البحث، وفي أبحاث ممكن تاخد وقت أطول من كده، فالرحلة لازم يكون ليها وجهة، أنا عارف أنا رايح فين. تخيل مثلا لو التاكسي أنا بشاور له، قال لي رايح فين يا ابني؟ قلت له والله ما أعرفش. أقول أنت بتهزر، أنت يعني مش عارف أنت رايح فين؟ قول لي أنا رايح المكان الفلاني، لأن بناء على الوجهة بتاعتك، لو أنت في بني سويف قلت لي هتروح جامع الجنوب الوادي مثلا، أو هركب مصر، يبقى تتجه جنوبا. لو انت رايح اسكندريه اتجه شمالا، وهكذا. فخدتوا بالكم لازم احدد وجهتي، السؤال البحثي او دي اللي بتوضح لي انا رايح فين. واحد يقول لي مثلا، قلت له انت تشتغل في، اشتغل في تريتمنت اوف دايابيتس ان ايجيبت، ايه الكلام ده يعني؟ ايه هتعالج المصريين كلهم يعني ولا ايه؟ انا اعرف ان الكلام المبهوأ ده ما ينفعش، ما يحلش اي مشكله ولا هينفع بحث. طيب نخلي بالنا ان يعني لازم يكون عندي بحث، والبحث بيبدا بان انا ايه، ابدا ادور واقلب وافكر. بدانا، ما تنسوش البدايه الصح هتدي لي نهايه صح، والبحث بيبدا بسؤال. وكان علماءنا واسلافنا يقولوا ان فساد الانتهاء من فساد الابتداء. لو انت مش معاك سؤال بحث كويس من البدايه، you probably will not enjoy your studies and will seriously reduce the chance of a successful outcome. تخيل مثلا انا رسمت هدف ان انا اوصل للمكان الفلاني، انا عايز ابدا، تخيل بقى انا عايزك تمشي مع السهم ده، انا عايز اوصل هنا لهدفي، انا واقف هنا، خليه ليزر، انا واقف في النقطه دي وعايز اوصل للهدف ده. تخيل لو انا في البدايه انحرفت بس لفوق سنه، شايفين انحراف بسيط قوي، تعال نشوف الانحراف ده يبقى عامل ازاي. شايفين انا عمال ببعد عن هدفي، مش كده؟ قلنا ان فساد الانتهاء من فساد الابتداء. لو انا بدات غلط، كل اللي هيجي في البحث بعد كده هيجي غلط، هيبقى انا ماشي في سكه غلط، لان انا السؤال البحثي هيتحدد عليه الميثودولوجي، وهيتحدد عليه الاستادي تايب، وهيتحدد عليه السامبل سايز، وهيتحدد عليه كل حاجه، والريزلت المفروض هي اجابه السؤال البحثي. تخيل بقى، نقدر نسمي انها بتعمل ما يسمى بالدومينو افكت. عارفين الدومينو افكت؟ كلنا عارفين المنظر الشهير ده، ان الدومينه لما واحده بتوقع واحده وتوقع، انا عايز امشي بالتسلسل ده. تخيل لو فيهم واحده مالت كده، هتبوظ الدنيا. هنشوف ده حد حريف ماشي خطوه بخطوه وعارف هو هيعمل ايه، لازم لحد ما وقعهم كله. لو واحد ما ظبطش، واحده فيهم مش محطوطه صح، فهي البدايه صح، لازم هتوصل للنهايه الصح. هو ده اسمه الدومينو افكت. وانت لو بادئ صح هتفضل ماشي بسلاسه. زي ما قلنا، انا مسافر هنا من بني سويف وركبت العربيه وماشي ماشي ماشي، المفروض متجه جنوبا، احنا شمالنا الجيزه وتحتينا بقى ابدا الصعيد،
تخيل بقى انا ماشي عمال مش واخد بالي بقى، انا ماشي لقيت يا عم ايه ده، ده ابو الهول والله كويس قوي، ابو الهول نقلوه في انف، قربنا اهو خلاص ده الاهرامات، وانا مش واخد بالي شويه شويه لقيت البحر وبتاع، ومرحبا بك في اسكندريه، كويس اسكندريه كل ده ليه؟ ان انا بدات الوجهه غلط، لما امشي جنوب مشيت شمال، فلازم اسال نفسي هو انا رايح فين؟ هو ده اللي بيجاوب السؤال البحثي. خلاص طيب تخيل بقى لما يكون عندك مشكله او سؤال بتبدا تعمل ايه؟ انا عايز اجاوب السؤال، يا سلام بقى او بصيت وخدت الاجابه، دي اسوأ حاجه ان الواحد ينقل من اللي جنبه، او نتسول الاجابه، او ابدا ابحث، طب انا هبدا ابحث واطلع الاجابه واشتغل، ويا سلام بقى لما انت تبحث، ودي نقطه مهمه بقى في الليتريتشر ريفيو، انا عندي مشكله في الشغل، عيان عنده كذا، طب وما استجابش على كده، طب هل في ابحاث حلت المشكله دي؟ فانا ببحث، والله لقيت ايفيدنس خلاص هبدا اشتغل بيه، زي ما قلنا الايفيدنس بيزد ميديسن، ما لقيتش ايفيدنس يبقى ده فجوه بحثيه ابدا اشتغل فيها، عشان كده دايما بنقول ان البحث بيبدا بسؤال محتاج الى اجابه. لو تفتكروا احنا ختمنا ان الايفيدنس بيزد ميديسن بيبدا بسؤال بحثي اسك وينهي بسؤال كلينيكي، انا ببدا بسؤال وبنتهي بسؤال، لكن احنا عندنا للاسف يقول لك انا عندي بحث مش لاقي له سؤال، ليه بقى؟ لان هو للاسف القصه ان هو عايز يترقى، فعايز رساله ماجستير، او مطلوب منه بروجكت في الكليه عشان يتخرج ومطلوب منه بحث، فيقول لك حط لي اي سؤال وخلاص، مش حاجه اسمها كده. طبعا يعني دي حاجه كويسه ان انا اتحط في المجال ابدا ادور على سؤال بحث، بس لازم ادور صح، لكن ما فيش حاجه انا هعمل بحث عن علاج السكر عندنا عيانين، طب ما انت بتدور على ايه؟ فمهم جدا يقول لك شوف الكلمه دي، ان صياغه المشكله البحثيه اللي هيترتب عليها السؤال البحثي هي اهم خطوه في البحث، لان هي دي اللي هتجايد القصه. مش كلام، من فضلك خد وقتك في صياغه المشكله البحثيه. خلاص الانبوت ان انا اعمل فورميشن ريسيرش بروبلم هيطلع الاوتبوت كواليتي الكونتنت. عارفين جيجو؟ دي جمله مشهوره يقول لك جاربج ان جاربج اوت. تخيل بقى لما انت الكمبيوتر بتحب بتسقي معلومات فاسده هيطلع لك بلاوي، او انت في البحث بتاعك انا اسف بتدخل زباله جاربج زباله، هتطلع النتائج هتبقى زباله، ودي وحشه جدا. فعشان كده السؤال البحثي هو الدخل، لو هو هاي كواليتي هيطلع لي هاي كواليتي ايفيدنس، لو هو مش متصاغ كويس هيطلع لي نتائج بايظه. هي زي فكره المهندس، مهندس فيقول لك انا عشان بيبني بيحتاج يعمل ماكيت او البلو برنت. هتخيل مثلا واحد يقول للمهندس انا عايزك تبني لي حاجه، شوف بقى المهندس شاطر شايف بقى حاطط ايه وهنا كذا وهنا كذا، فبقى واحد يقول لك انا انا محتاج مبنى، ايوه انت عايز مبنى ايه؟ والله اي حاجه على ذوقك كده يا باشمهندس، يعني اي حاجه على ذوقك ده حضرتك، يعني انت عايز سكن ليك ولعيالك، عايز فيلا في المساحه دي، ولا انت عايز هتبني مستشفى عشان انت دكتور، ولا انت عايز عيادات، ولا انت عايز ايه، ولا حدد لي. لا انا عايز مستشفى. اه طب مستشفى يبقى عايز كذا وكذا، كل حاجه وليها مواصفاتها. كانت مشكله كبيره مثلا، فكرنا هناخد مكان هنعمله مركز طبي ونعمله حضانات، ففوجئنا ان ايه كانت المشكله، ايه ان المكان اصلا متصمم سكن، فهنضطر ان احنا نعمل وصلات اكسجين ونعمل كذا ونعمل، فاضطرينا كسرنا كتير في الشغل. وصل لكم ان هو المبنى نفسه ما كانش متصمم على انه يكون مكان طبي، فانا قصدي معلش انا بوضح النقطه البديهيه دي، زي ما قلنا البدايه لو اللي بيبني من الاول كان عامل حسابه ان ده مركز طبي هقول له لا خلي بالك اعمل لي وصلات اكسجين، اعمل لي مش عارف ايه، ان السيراميك ليه مواصفات، انه يكون استرايل، ان في مش عارف ايه ليها مواصفات. تمام؟ فتخيل بقى دي حاجات خدها شكل البحث بتاع دكتور ما مش عارف هو عايز يعمل ايه. طبعا حاجه مشوهه وبتاع، فلازم تكون البدايه صح، مش كده دايما كان يقولوا السؤال نصف العلم. خلاص؟ وكان ابن عباس رضي الله عنه عالم، ليه؟ كان يقول لك له لسان سؤول وقلب عقول. اسال صح واعرف استوعب الاجابه. فبالتالي فكره البحث كلها ان انا عندي سؤال عايز اوصل له اجابه بس. يبقى السؤال هو الاساس انا بجاوب عليه، فبالتالي الريسيرش كويشن هيبقى الاوبجكتيف بتاعي ان انا اجاوبه، والريزلت هي اجابه السؤال. خلاص، فانا الاوبجكتيف تو اسس اف كذا كذا الدواء الفلاني هيفيد ولا، هي ده هو ده السؤال اللي عايز اساله. طيب احنا لو قلنا دلوقتي دور الجامعه تعليم الطلاب والبحث العلمي وخدمه المجتمع،
أنهي هدف من دول هو الأهم؟ إيه رأيكم؟ تعليم الطلاب ولا البحث العلمي ولا خدمة المجتمع؟ فأنا إحنا بقى في دورة بحث علمي. تعليم الطلاب. تعليم الطلاب. جميل. طيب هتفاجئوا بقى إن الهدف الأسمى وخدمة المجتمع. المفروض تعليم الطلاب يصب في خدمة المجتمع. أسوأ حاجة في بعض الكليات إنه بيخرج طالب غير كفء لسوق العمل. دي مشكلة. لازم أبقى أنا مهيئ طالب. كده مشكلة مثلا يقول لك ده الدراسة النظرية بتاع أما ليه تغيير نظام تعليم الطب؟ إن لازم أطلع طبيب كفء لسوق العمل، وكمان بشوف احتياجات سوق العمل، المجتمع محتاج إيه؟ وكذلك البحث العلمي لازم يصب في خدمة المجتمع. كده دي نقطة مهمة جدا 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 إن أنا أختار الأسئلة البحثية، ودي هنطلع منها بنقطة مهمة اللي تخدم البيئة بتاعتي، تخدم مجتمعي. طيب. يبقى بالتالي إيه هو السؤال البحثي؟ زي ما قلنا هو مشكلة بحثية بحاول أحلها، أو فرضية في دماغي ممكن أثبتها أو أنفيها، بعمل تجربة أو بحث عشان أثبتها أو أنفيها، أو اختراع عايز أجرب أثبت كفاءته. هي دي فكرة السؤال البحثي، يا إما مشكلة بحثية بحاول حلها، فرضية hypothesis بثبتها أو بنفيها، أو اختراع بحاول أثبت كفاءته. طيب يبقى زي ما قلنا من غير سؤال بحثي مش هيبقى في نتائج كويسة ولا conclusions ولا أي حاجة، فالنتائج ما هي إلا إجابة السؤال البحثي. طيب السؤال بقى دي بقى عرفنا أهمية السؤال البحثي وخلاص، ده دي كده لازم هاخد وقتي for formulating السؤال البحثي. طب أجيب السؤال منين؟ عندي سؤال بقى أجيب السؤال منين؟ إيه بقى المصادر اللي أجيب منها البحث؟ طيب فكروا كده عشان بس وقتنا. إحنا أول حاجة أنا بالذات لما كنت أنا طالب محتاج إن أنا خبرتي في التخصصات قليلة، هبدأ أتكلم مع حد أستاذ في التخصص أو استشاري أو حد أخصائي أكبر مني، أشوف حد إيه المشاكل اللي بتواجهه، أو لو أنا بقى شغال من بيئة العمل خلاص من شغلي مشاكل بتواجهني مع العيانين، أو عندي نظريات هبدأ أستنتج منها، بس أنا مش متأكد، أنا استنتجت إن الدواء الفلاني ممكن يفيد في القصة دي خلاص. يعني أنا كان في شركة منزلة دواء بيستخدم في إنديكيشن معين، قلت لهم طب ما هو الميكانيزم أوف أكشن ممكن يفيدنا في حته تاني، فانا قلت لهم النقطه دي احنا محتاجين نشتغل عليها ترايل، ودي بصراحه فكره بحثيه عايزين نشتغل عليها. وقلت لهم بالعكس الانديكيشن ده في ثغره كبيره عندنا عندنا جاب في العلاج بتاعه والدواء بتاعكم رخيص، فدي نقطه بجد. انا قلت لهم انا نظريا شايف انه يبقى فيري افكتيف، بس ما اقدرش ان انا استخدمه ولا ان انا ابدا اوصي بيه من غير ما يكون عملنا عليه ترايل وثبت كفاءته، او من خلال بقى الليتريتشر ريفيو. دلوقتي الحمد لله الليتريتشر بقى متاح اونلاين، عندنا الداتا سورسز زي ما انا ده موضوع لوحده. طب رايكم ايه اهم مصدر من مصادر الاسئله البحثيه؟ لو الناس تكتب في الشات كده ايه رايكم اللي ممكن يكون المصدر الاهم؟ طبعا هي كلها مهمه، كلها مصادر هتفيدني ان انا ابدا اصطاد واطلع افكار بحثيه. طبعا ما انساش ان اهم مصدر هو اللي بيخدم البيئه والمجتمع من خلال بيئتي من خلال شغلي خلاص. يبقى بالتالي قلنا مصادر الافكار الابحاث، قلنا ممكن القراءات والاطلاع على الليتريتشر ريفيو، شوف الليتريتشر، وزي ما انا طول ما انا بقرا ابدا اولد اسئله واشوف نوليدج جاب موجوده، خبرتي الشخصيه وانا اشوف انا في حاجات كانت بتواجهني خلاص، الاحداث والكلام مع الاخرين، كل ده يبقى ايه مصادر للايه للابحاث. بس بقى النقطه المهمه ما تنساش مصادر الافكار، ما تنساش جات لك فكره بحثيه، دي وصية مهمة جدا جدا لأي حد بقى ناوي يكون باحث صح. العلماء كانوا يقول لك العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. ازاي بقى؟ يعني العلم زي الغزالة دي، العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة، لا خير في علم بغير كتابة كالسيل يهدر في الوديان سائقة. يعني خلاصة الكلام ايه؟ ياما الواحد جات في دماغه افكار ما سجلهاش راحت فعلا، وحكي انا فاكر ان كان عندي فكره في النقطه الفلانيه دي، فعشان كده ده انا واخد سكرين دي من موبايلي، انا عامل على جوجل كيب ملف كان مسميه ريسيرش ايديز وكاتب. طب استطعم بقى عشان دي خلي بالكم من النقطه دي، ان الافكار البحثيه احتفظ بيها لنفسك وما تبداش تتكلم فيها الا مع حد بتثق فيه. دي مش من باب كتمان علم، دي لسه ده مش علم، دي افكار. انا اذكر احد الزملاء كان عندي فكره واتكلمت مع حد كويس،
وبتكلم معاه تقول عندي فكره كذا كذا كذا، وجئت ان هو الفكره دي، وانا طبعا مسجل افكار الحمد لله عندي افكار كتيره وببدا اشتغل واحده بواحده شويه بشويه يعني، ففوجئت ان هو الفكره دي خدها وعملها رساله ماجستير هو مشرف عليها. فلا انا يعني حاجه مش صح، دي كانت فكرتي. فالله المستعان، خلي بالكم القصه دي. فالريسيرش دي جت انا والله تصدق في حته دي عندي مشكله في كذا، طب انا هعملها كفكره بحثيه. وزي ما قلنا انا دلوقتي عندي مشكله في شغلي، بدات ادور لقيت خلاص في اجابه في الليتريتشر وفي سيستماتيك ريفيو في ترايلز والموضوع خلصان، خلاص انا كده ايه حليت المشكله من الجايد لاينز. ما لقيتش حل خلاص هسجلها كفكره بحثيه، انا هشتغل عليها، انا هحل المشكله في ممارستي وممارسه الاطباء الاخرين. فدايما دي بنسميها ايه النوتة البحثيه، صائد الافكار، سميها زي ما تسميها بقى، صائد الافكار، النوتة البحثيه، ريسيرش ايديز. بس دي مهمه، وجات لك فكره حتى سجلها كده وبعد كده ابدا اعمل لها فورميوليشن، هتحتاج بس عشان ما تروحش منك الفكره. انا حصل معايا كتير الامر ده، فدايما خلي عندك صائد الافكار البحثيه. وحصلت انا مثلا كنت قاعد في مؤتمر، كان مؤتمر دايبيتس، فبيتكلموا على الادويه الجديده وكده، حد عرض سلايد ان في لسه، رحت عامل سكرين وبدات ان انا ايه لما رجعت خلصت المؤتمر بحثت لقيت الموضوع ده فعلا يا دوب كيس سيريز بسيطه خلاص، بس هنعمل عليه استدي عندنا، واحنا عندنا عدد عيانين كبير في السكر وهكذا. فدي بتيجي انك انت تصدر الافكار، لو ما سجلتهاش هتروح منك. فبالتالي وبرده من النقط المهمه جدا زي ما قلنا الجايد لاينز، هتلاقي دايما الجايد لاينز المحترمه في اخر الجايد لاينز لك unanswered questions، هما بيحطوا اسئله يجاوبوا عليها بس يقول لك ما زال في اسئله قيد البحث، او يقول لك areas for further research، مناطق ما زالت محتاجه بحث. فانت وانت بتاخد الجايد لاينز تاخد الطلقط دول تشتغل عليهم، دي تديك افكار بحثيه. لو خدتوا بالكم الاياكي جايد لاينز هو بيقول لك ده فيري لو كواليتي ايفيدنس، لا طب ما انت اشتغل، يعني كانه بيقول لك لسه الاماكن دي او الاجابات اللي احنا حطيناها دي ودي جايد لاينز بس لسه ما اتحسمتش، اشتغل عليها طلع ايفيدنس. فبالتالي من اهداف السؤال ان انا بعمل ليتريتشر ريفيو عشان ان انا بعمل سد للفجوه البحثيه، بنسميها النولج جاب، في فجوه هنا. طب دي بجيبها منين؟ زي ما قلنا لازم اعمل ليتريتشر ريفيو كويس، لان دي مشكله. انا عملت الليتريتشر ريفيو لقيت نوليدج جاب، خلاص انا هبدا اتدخل واشوف. المشكله ان واحد يقول لك بس ده في مش فجوه بحثيه، ايه ان ما مش عارف كذا كذا كذا. طب يا ابني انا احد الطلاب قالها لي قبل كده، اقول له طب معلش انا استاذنك اعمل الليتريتشر ريفيو، ان هو انا يعني الحته دي كان بيتكلم في حته في تخصصي وانا عايز اقول الموضوع ده هورس بحث، بس انا ما رضيتش احرجه، قلت له طب اعمل الليتريتشر ريفيو، ان الموضوع خلاص ده الموضوع ده محسوب وعليه ريكومنديشنز وعليه ستاديز كتير جدا. وكان لسه طالب في كان سنه ثانيه فلسه برضه مدرسه، فقصدي نخلي بالنا اتاكد قبل ما اقول نولج جاب اعمل سيستماتيك ليتريتشر ريفيو، اعمل ليتريتشر ريفيو كويس جدا، مش هدخل على جوجل اشوف بحثين ثلاثه ولا ده لازم اشوف اب تو ديت سيرش، انا اشوف الباب ميد واشوف كوكرين واشوف الداتا بيزس الكبيره وهكذا. فانا بعد ما ببحث في الليتريتشر ريفيو بلاقي نولج جاب، وخلي بالك انا مش لازم اسد النولج جاب كلها، انا ممكن اسد جزء من الفجوه البحثيه، ده انجاز انجاز انا قربت المسافات، فبالتالي هبدا اسد الفجوه البحثيه كده. طيب تخيل بقى ان يعني دي لو انا ما عملتش الليتريتشر ريفيو كويس هتصدم صدمه السنين. كان واحد يقول لي واحد حصل معاك يقول لي تخيل لما جيت بكتب بقى في فصل الدسكشن انا اشتغلت حطيت سؤال بحثي واطلع ريزلت وببدا اعمل دسكشن بقارن شغلي بشغل الاخرين واشوف انا اضفت ايه وهكذا. فبيقول ده لما جيت اعمل فصل الدسكشن ده لقيت ده الموضوع فيه ابحاث كتير، ده لقيت فيه سيستماتيك ريفيو ميتا اناليس. طبعا يعني تخيل بقى البحث ده هيقعد يلف بيه عشان يتنشر ومش هيتقبل، انت بتتكلم في حاجه محسومه وهكذا. فنخلي بالنا عشان هو ما تعبش نفسه وشاف هل فعلا السؤال ده، وهنتكلم على مواصفات السؤال، ان هل فعلا بيسد فجوه بحثيه ولا هو قتل بحثا او بالبلدي هرس بحثا. خلي بالنا من القصه دي جدا، اعمل ليتريتشر ريفيو محترم. طيب ومهم بقى ان انت تكون عندك خبره في المجال. خلاص ان نشوف بقى لو انا عندي مشاكل في شغلي ببحث في الليتريتشر لقيتها اتحلت الحمد لله هتفيدني في شغلي، ما اتحلتش يبقى دي فجوه بحثيه. خلاص فهتلاقي بقى ان ايه اختار موضوع بقى زي مشكله في عيان مش عارف احلها. طب هل زي ما قلنا الاشعه المقطعيه هتحل؟ هل مش عارف ايه؟ طب هل الافضل الام ار اي ولا لا؟
وفي مشاكل ممكن تنشأ من البيئة. يقول لك حاجة اللو انكم كانترز، على فكرة دي نقطة مهمة، مثلا هما بيريكومند البيولوجيك روماتويد. طب هل انا مثلا لو مشيت على خط غير البيولوجيك هنا في مصر عشان ظروف الاقتصادية، هل ده ممكن يبقى افكتيف زي كذا؟ دي نقطة بسيطة جدا ممكن تبقى يعني، وفي البراكتس وهتحل. فده مش لازم كله بيولوجي، ممكن يبقى بيهيفير بتاع عيانين، بيئة، سوشيال، كوجنيشن. احنا بنقيس كتير قوي معارف الاطباء، وبنشوف بنشتغل على المال براكتس. يعني احنا اشتغلنا مثلا في بحث كانت فكرة ان الاطباء عندهم مشكلة كبيرة في علاج الانافيلاكسس. الانافيلاكسس بيقعدوا اللي هو الحساسية المفرطة، بيدوا كورتيزون وبيدوا مش عارف انتي هيستامينكس ومضادات حساسية. هو الانافيلاكسس يساوي كلمة واحدة، ادرينالين، دي كلمة السر. وجئنا لما عملنا بقى استبيان وشفنا النوليدج والبراكتس وعجبنا كيسز كده وبعتناها للاطباء، فوجئنا ان للاسف النوليدج والبراكتس بتاع الدكاتره هنا في مصر في مشكله كبيره، سواء بقى دكاتره. طب بدانا نشوف مين النوليدج قد ايه والاويرنس، وشفنا حسب التخصص. طب بتوع الاطفال، هل بتوع غير البطنه، غير الاي سي يو، غير الجي بي ولا لا؟ وبفضل الله اتنشر في حاجه كيو 2 واخد سيتيشنز كويسه جدا. فكره بسيطه، استبيان اتنشر على الايميلات وجبنا نتائج كويسه جدا. فخلي بالنا مثلا من القصه دي كده، بيهيفير وهكذا. ممكن تكون مشكله من نظريه، انا عندي نظريه فرق يعني افترض ان كذا هيفيد، بس لازم اما يكون عندي افتراض يكون حاجه ايه فيها طعم، مبلوعه كده. مبلوعه يعني ايه؟ مش في ناس بتقعد تقول اي حاجه في اي حاجه. والله انا افترض ان الخيار ممكن يحل مشكله ثقب الاوزون فعايز اعمل بحث. فعلا في ناس بتقول كلام عجيب وبيهبدوا. طب انت اشمعنى هو وفاكر بعض الناس فاكره ايه؟ في رايك جرب اي حاجه في اي حاجه. يعني جرب اي حاجه في اي حاجة. لا طبعا لازم يكون ليها فرضيه مقبوله. خلاص؟ ما تقولش مش عارف استخدم ايه في علاج ايه، طب ايه علاقه الدب ده؟ ماشي؟ طبعا في حاجات كتيره اكتشفت بالصدفه زي البنسلين، بس هو فوجئ ان الفطر قضى على البكتيريا، فايه ده في حاجه فعاله. بدا يفكر ريتروجريد، نشوف في حاجات زي السلدنافيل اكتشفت بالصدفه. بس هي قصة ما يجيش أنا اخترع أي حاجة ما لهاش أي علاقة وابدأ أدور. فلازم تكون حاجة بلوزيبل، مبلوعة، ليها معنى، جاستيفايد. كتير قوي في الانترودكشن بتقول جاستيفيكيشن، أنت ليه اخترت الموضوع ده؟ إيه اللي هتضيفه للمجتمع الطبي بالسؤال بتاعك؟ طيب أبدأ بقى إن أنا أستعد، أنا بجهز للسؤال البحث. طيب شوف الريكوايرمنت، أنا برضو محتاج أشوف مهم الجامعة بتاعتي لو أنا هقدم رسالة ماستر هعمل بروجكت، هما الاحتياجاتهم. لو أنا في حد فندر أو حد داعم ليا أو ممول ممكن يقولك أنا بمول في اتجاه الفلاني، لازم أنا عارف المطلوب إيه. كمان اقرأ كتير، كل ما بتقرأ هتتكون خلفيات وتعرف نولج جابه، زي ما قلنا هتسجل في النوتة بتاعتك. خلاص زي ما قلنا خلي معاك الايديا أو الجورنال فولدر عشان ما تنساش إيه الأفكار. تمام؟ وكل ده ان انت يدوب كده انت بتبدأ البحث بتقول بسم الله. خلاص؟ فيدوب البحث بدأ. ايه رأيكم في التفاحة دي؟ التفاحة دي فكرنا بأبل مثلا، شركة أبل، بس في البحث انا بتفكرنا بمين؟ التفاحة وقعت. طب انا قاعد، طب لو انا جعان هاكل التفاح، بس هي لما وقعت هو فكر طب ما هي ليه وقعت لتحت ما وقعتش لفوق؟ هو ما كانش عنده اجابه، بدا يفكر وطلع منها نيوتن بقانون الجاذبيه اللي عمل فرق كبير في الفيزيكس. خلاص كان قاعد ولقى ان الاشعه بتنكسر طب هو ليه الاشعه داخله في الضلمه ومش عارف ايه؟ وكانوا زمان فاكرين العين هي اللي بتطلع الاشعه، بدا شافوا زوايا الانكسار وبتاع، وطلع منها اسس علم البصريات ألا وهو الحسن ابن الهيثم، وحط الأساسيات للقمارة اللي هي أصبحت دلوقتي الكاميرا، وهو بدأ العدسات، وهو الحسن ابن الهيثم. فمهم جدا بمجرد إن هو بدأ يلاحظ حاجات في البيئة بتاعته. عشان كده الباحث الجيد ملاحظ جيد، جود ريسيرشر لازم يكون جود أوبزيرفر، وسجل ملاحظاتك. الملاحظات تولد أسئلة. عشان كده تلاقي سبحان الله كتير جدا، أنا بحضر في المحاضرة بتاع البحث العلمي في الوحي، لا القرآن مليء بأوامر، قل سيروا في الأرض فانظروا. خلاص
أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ أفلا يتفكرون؟ أفلا يعقلون؟ الوحي بيقول لك بص حواليك، بص في الآيات. هو أصلا الوحي استدل إيه الإيفيدنس اللي الوحي يستخدمه لإثبات قدرة ربنا على البعث؟ إنك أنت تبص وتلاحظ قدرة ربنا في الخلق وتشوف الآيات دي. فسبحان الله، لازم النظر، لازم البحث، لازم أكون ملاحظ جيد. طيب تعال نشوف كده، يعني مثلا زي ما قلنا اليولار ريكومنديشن، اليوروبيان ليج اجينست روماتيزم ريكومنديشنز في الايمجنج والدايجنوزيس بتاع الكريستال انديوز ارثروباثيز النقرس واخواته، ده كنز زي ما قلنا للباحثين. شوف قال لك ايه بقى، زي ما اقول لك الجايد لاينز، يقول لك فيوتشر ريسيرش اجنده، يعني هو بعد ما جاوب على الاسئله البحثيه بتاعته قال لك دي 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 فيوتشر ريسيرش اجنده، يلا خد سكرين بقى وابدا دور على ما دي في تخصصك بقى، طلع منها ابحاث دي 2023، يلا هشتغل الحته دي سهله اشتغل عليه خلاص. طب سؤال، هل بقى ممكن الاي اي يفيدني في ان انا اطلع الفجوه البحثيه؟ انا بصراحه يعني من باب نسبه الفضل لاهله من اول الناس اللي لفتوا انتباهي للامر ده الاستاذ الدكتور نزار لما جه ادى المحاضره دي عندنا في طب بني سويف، يعني انا اشكره جدا على انه جالنا ونورنا يعني فعلا نتكلم. انا ما كنتش متخيل الموضوع كده فعلا وبقيت بستخدمها، وبشكرك فعلا دكتور نزار على القصه دي، ان انا فعلا هبحث اقول له وابدا ادخل اسال الاي اي اقول له فعلا هل في بيبرز في المكان الفلاني في الحته الفلانيه، وابدا اشوف ويديني لينكات ويقول اه في كذا، طب قول لي هل في نولج جاب في كذا. فبصراحه اوعى تسيبوا الدكتور نزار لازم يقول لكم المحاضره دي بصراحه كانت جايه. شكرا يا باشا، شكرا. لا والله انا فعلا الموضوع ده فرق معايا كتير قوي، ان بيسهل عليك الليتريتشر ريفيو. انا حتى على الاقل بيديني فرشه في الاول قبل ما ادخل على الليتريتشر وانا لسه ما مش عارف، بيفرق معايا جدا والله. يا دكتور احمد انا بحس ان الجيل ده عنده اوبورتيونيتي عاليه جدا جدا جدا. احنا كان اول معلوماتنا على الريسيرش لما زنانا في الماجستير وزنانا في الدكتوراه وكان عشان يا جماعه البيبر دي عشان نكون نجيبها، انا ايام يعني كنا بنلف مكاتب مصر ومكتبات مصر، يعني مكتبه عين شمس مكتبه القاهره، وكل مكتبه ما بتقبلش انك انت تصور اكتر من 4 ابحاث، اللي انتوا بتتكوا على كده كليك بتنزل 10,000 بحث يعني. فيعني انا قصدي ان هو ايه الفكره، ان شاء الله بالمقاطعه يعني بالاوبورتيونيتي دي ان شاء الله تبقوا على. انا بس اساسا دكتور احمد بس هقول في عجاله كده جزئين بس في الريسيرش كويشن كده، جزء بيرسونال وجزء مجموعي. يعني احنا المجموعات البحثيه اللي عملناها لما جينا فكرنا قلنا طب كذا كذا، زي ما دكتور حكا بيقول، طب انتوا يعني انتوا كطلبه رايكم ايه؟ انتوا الاكاديميك بيرفورمانس بتاعكم بيفرق قوي لما تبقى انت من بره هنا زي من جوه هنا. قال اه والله اصل انا مش عارف بسكن في في المدينه الجامعيه، اصل انا مش عارف اصل انا مع ايه. ففكرنا ببيبر، هل اللايف ارينجمنت بيأثر على الاكاديميك بيرفورمانس؟ قعدنا ندور لان الكلام ده شبه مش معمول غير في مكانين ثلاثه وبره خالص اللوكاليتي بتاع الوطن العربي. دي فكره كويسه اهو، واشتغلنا فيها وبدانا فيها. جينا نتكلم على الايموشنال انتليجنس والقدره على ان تتحكم في نفسك وتتحكم في اعصابك و و و هل الكلام ده علاقه بالستريس اللي بتتعرض له؟ برضو قعدنا ندور، ده برضو فكره بحثيه، ده كمجموعه بقى كنا مع بعض. انا بيرسونال اخر بيبر نشرها يعني كان ايام الدايبيتس، ايام قصدي الكورونا، كان بيجي لنا اطفال كتير عندهم ابدومينال بين، منظر ابندسايتس خالص، منظر ابندسايتس، افتح الاقي بطنه ما فيش فيها ابندسايتس خالص، منظر بيرفوريتد فيسكس افتح. فقعدنا لما الموضوع ده اثر حفظتني يعني، قعدنا ندور لقينا ان الكورونا بتدي بيكتشر زي الابندسايتس، وبتدي بيكتشر زي الكولوسيستايتس، وبتدي بيكتشر زي الانتوسسبشن. طب ما الحالات دي بدل ما انا استعجل ان انا افتحها واعملها سيرجري، ما اعملها فولو اب. وفعلا عملنا كده ولسه البيبر نشرينها، وبيبر هتبقى ان شاء الله يعني من البيبر السيتيشن، ان الكورونا، والكورونا على فكره لغايه لسه موجوده بس ممكن بصوره مختفيه يعني، ان الكلام الزمان بتاع زمان بقى بتاعنا، ان اي طفل يجي لك ابنساس افتحه، لا استنى لحظه، لان ممكن يكون كورونا وانت ما انتش عارف، وهتفتح الولد وهتعرضه للدينجرس بعد الفتح بمشاكل اللي ممكن تحصل له وهي مش ابنساس اصلا. ده بس يعني سبحان الله يعني، هو الدكتور احمد لما كان عامل المحاضره كان بيتكلم ما كانش عارف ان الحاجات دي عندي. انا عايز اوريكم في الاخر ايه كل بيوصل لبعضه يعني، اللي بيقوله دكتور احمد هو فعلا اللي عن طريقه بنجيب السؤال البحثي. اسف يا دكتور احمد جدا على المقاطعه. لا ما شاء الله اضافه قويه جدا يعني، ربنا يبارك في حضرتك.
ربنا يبارك فيك. موضوع الاي اي ده من الحاجات المهمه جدا استخداماته، ده موضوع كبير. الارتفيشال انتليجنس في الريسيرش الايثيكال والان ايثيكال، وايه الحاجات اللي هتفيدني وايه الابلكيشنز، موضوع كبير بصراحه. كان زي ما بقول من اول الناس اللي اتكلموا فيه عندنا كان دكتور نزار، فربنا يكرمه. طيب فدي برضو من الحاجات اللي اوصي بيها، هتفيد، هيفتح لك مجال قبل ما تبدا ايه تشوف الليتريتشر. طيب ازاي بقى اصيغ السؤال البحثي؟ خلاص انا عرفت اجيبه منين، من خلال البيئه، من خلال الشغل، من خلال المشاكل اللي بتواجهني، من الليتريتشر ريفيو، من الجايد لاينز يقول لي الريسيرش اجنده ودور وخد وسجل وخلاص، انا بقى عندي افكار بحثيه. بس انا عايز اصيغها، عايز احول المشكله دي لسؤال، اصيغ السؤال ازاي؟ فهي النقطه بقى، تعالى نصيغ السؤال البحثي. في خطوات في السؤال، في ان انا الصياغه. اول حاجه دايما نقول ابدا من جنرال لمور سبيسيفيك. اول حاجه قول البرود فيلد او السبجكت اريا اللي انت هتشتغل فيها. خلاص يعني مثلا انا مثلا تخصصي العام بطنه عامه، انا لا انا هشتغل في ايه؟ طب في اميونولوجي، طب وهكذا. تبدا تدخل ايه من جنرال سبيسيفيك خلاص، وتبدا تقطع بقى الحته دي حتت حتت، وبعد كده تبدا تشوف بقى زي ما قلنا البرود فيلد، وبعد كده تبدا تقطعه، وبعد كده تبدا تشوف ايه الحته الاهم ليك، وبعد كده ابدا تطلع السؤال البحثي، صيغ منه اهداف، وابدا قيم الاهداف دي وراجعها مع حد تاني يا ريت، او انت راجعها تاني وهكذا. طيب يعني مثلا هنقول اهو ان انا هبدا من جنرال اريا توبيك، التوبيك اريا، وبعد كده هبدا ان انا هبدا افوكس 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 واحط الفرضيه لحد ما ابدا احدد الايه السؤال البحثي بتاعي. مثلا يعني لما جيت اشتغل في رساله الدكتوراه، اشتغلت انا مثلا كانت رساله دكتوراه باطنه، فانا لازم يبقى الموضوع انترنال ميديسن. طب انت السب سبيشاليتي ايه؟ اميونولوجي. انت من الحاجات المهمه مثلا عندنا الروماتويد من اكثر ده الموست كومن انفلاماتوري ارثرايتس. خلاص طب انت هتشتغل على ايه في روماتويد؟ شوف انا دخلت اهو ايمونولوجي، الايمونولوجي فيه ثلاث برانشات، الرجي وروماتولوجي من ريفيتش، لا هشتغل في روماتولوجي. ايه في روماتولوجي؟ الارثرايتس. ايه روماتويد؟ عمال اقرب اهو. طب في روماتويد في تشخيص وفي علاج، لا هشتغل في الدايجنوز. طب ما هو في كرايتيريا، لا انا عايز اتكلم على الايرلي ديتكشن. بدات ان انا اصيغ السؤال البحث بتاعي. كان احنا كان الموضوع بقى اشتغلنا ايه في الايرلي ديتكشن؟ دلوقتي بقى عندنا ادويه كتيره كويسه، فتلقط بدري تعالج احسن. فبدات اشتغل على، كان طلع لسه جديد الماسكولوسكليتال الالتر ساوند، ان احنا نشتغل سونار على المفاصل. فكان السؤال هل الماسكولوسكليتال الالتر ساوند ممكن يكون سوبيريور على الكلينيكال اكزامينيشن بتاع الجوينت في الايرلي ديتكشن في الروماتويد؟ والله السؤال ما كان منطقي جدا، والحمد لله كانت نتائجنا كويسه جدا، ان السونار بيبص لي على المفصل فده كان حاجه كويسه جدا في وقتها. خلاص فدي قصه ان انا ببدا من جنرال. عشان كده مثلا فاكر السؤال اللي قلناه، بقول لك هشتغل على التريتمنت اوف دايابيتس ان ايجيبت، موضوع كبير. يعني ايه التريتمنت اوف دايابيتس ان ايجيبت؟ انت مثلا عندك دواء جديد، اقارن دواء بدواء. طب الدواء الجديد اللي انت عايز تستخدمه، هتستخدمه هتقول ايه؟ انت عايز تقول انه بيعمل مثلا نتائج احسن، تتشغل في الدواء ده على السيفتي ولا الافيكسي؟ خلاص طب انت هتشتغل على السيفتي، ايه مشكلته؟ هتتكلم مثلا على السايد افكشن. يعني احنا دلوقتي مثلا في ترايل شغالين على دواء ضغط، الدواء ده اصلا انا اول ما بدانا في الترايل فوجئت ان هو موجود في السوق اصلا، فبدات اشوف وقريت الترايل قبل ما نمضي العهد ونشتغل، لا ده الدواء ده هو موجود اوريدي، بس كان عليه نقطه فيه مشكله ثيوريتيكالي انه هيزود الريسك بتاع الشيء الفلاني. انا معلش لسه مش مسموح ان انا انشر الكلام، لان لسه احنا ما طلعناش نتائج، انه احتمال يزود الريسك بتاع الحاجه الفلانيه. فهو كل الاستاديو مصروف عليها مصاريف كتيره، ان ازاي هنشوف الدواء ده بيزود الريسك بتاع الحته دي ولا لا. هو كله مش بيتكلم في الافكاسي، خلاص هو الدواء ثبت ان ليه افكاسي، انا عايز اشوف بس هل بيزود الريسك ده اللي هو ثيوريتيكالي بيزيد ولا لا. بس حته محدده جدا انا بعملها كده، كل تركيزي بقيس للعيان الحاجه دي مره واثنين وثلاثه في ثلاث زيارات فولو اب، خلاص اقدر احل. فلازم مهم قوي السؤال يبقى سبيسيفيك. طيب قال لك طب انا عندي سؤال عن السؤال بتاعي ايه بقى؟
ازاي اقيم السؤال؟ يعني السؤال ده ازاي اقيمه؟ هل هو سؤال كويس ولا لا؟ ما احنا قلنا، احنا قلت لي لازم لو جاربج ان جاربج اوت، السؤال وحش هيطلع نتائج وحشه، السؤال حلو هيطلع نتائج. طب انا هعرف السؤال ده حلو ولا لا؟ طيب تعالى بقى هنقول لك بقى، افتكر برضو بقى فاينر از فاينر. احنا عندنا اتنين نيمونكس يعني اختصارات، افتكروا فاينر والتانية هنقولها دلوقتي في تقسيم السؤال. فاينر از فاينر يعني ايه بقى؟ اول حاجه الاف، دي الكرايتيريا بتاع الجود كويستشن، يعني الاف هي الفيزيبيليتي. الفيزيبيليتي يعني ايه؟ يعني هل السؤال البحثي ده قابل للتطبيق ولا لا؟ فيزيبل يعني متاح، الاتاحه، هل هو قابل للتطبيق ولا لا؟ لان هي النقطه ايه؟ انا عندي افكار بحثيه هايله جدا بس مش معايا امكانيات. وبعدين بقى يعني انت ما الفيزيبيليتي دي بنوقف؟ لا، هنعرف دلوقتي. بيكون فيزيبل متاح، انترستنج. طب انترستنج لمين؟ لازم نشوف الجمهور اللي احنا بنخاطبه وهنشوف. يكون نوفل، الان اوريجيناليتي اللي هي الاصاله، او ان يكون حاجه حديثه. الاي ان يكون ايثيكال. الار يكون ريليفنت او ليه سيجنيفيكانس، النهايه هتفيدنا بايه في السؤال البحث ده. خلاص، فدول مهم جدا ان انا اقيم سؤالي قبل ما ابدا اختار الايه البحث واكتب بروتوكول وامشي في الخطوات. طيب لو قلنا الفيزيبيليتي كده، تتوقعوا الفيزيبيليتي الاتاحه لايه؟ يعني ايه الامكانيات المطلوبه؟ طبعا اول ما نقول امكانيات بقى كده قصدنا فلوس. طبعا البحث العلمي بيصرف فلوس، دي نقطه مهمه. بس كده الفلوس؟ ممكن يكون الامكانيات البشريه. انا عندي بحث بس البحث ده محتاج فريق كبير، انا ما مش معايا الفريق ده دلوقتي، فالفكره دي ممكن اجلها. او محتاج معمل، المعمل ده مش متوفر عندي في الجامعه، هحتاج مثلا ان انا سفرت العينه لحد. طب هل هعرف اسفرها؟ طب ظروف تخزينها ايه؟ طب ده محتاج اشعه، ما عنديش حد يشتغل، ما عنديش الجهاز ده. يعني من المشاكل واجهت لما اشتغلت على الماسك وسكيت الالترا ساوند، كنا انا يعني لسه الجهاز ما جبتوش، كنت بضطر مثلا اسافر القصر. الحمد لله ربنا اكرمنا وجبنا الجهاز بعد كده بقى متاح. بس ساعتها انا كان عندي التحدي ان لا انا هسافر واتعلم واروح، ما فيش مشكله. بس هي القصه ده احيانا بتبقى مشكله ايه؟ ان جهاز الاشعه موجود بس ما حدش بيعرف يشغله. تخيلوا، والله موجوده في بعض الاماكن. البرسونيل، الاكسبيرينس بتاعتي. خلاص؟ ما اجيش مثلا اقول انا هشتغل سونار وانا لسه بتعلم. وما طب انت ازاي هتطلع نتائج بحث وانت لسه اصلا بتخبط وبتتعلم؟ هل انت لسه بتتعلم هتقدر تشتغل وتنشر؟ الموضوع برضه مهم قوي. برضه مثلا اختار بحث في تكلفه، مثلا زي هعمل جين معين. طب الجين ده مثلا تكلفه الكيتس بتاعته مثلا 60,000، خصوصا دلوقتي مع الاسعار وفرق الدولار. طب ما 60,000 وانا مش معايا الفلوس دي؟ لا، ما فنخلي بالنا من القصه دي. يمكن برضه الاساتذه المشرفين مثلا يجي يختار بحث لطالب، برضه لازم نراعي الظروف الكانديديتس وكده، ان برضه لازم عارفين الدنيا ماشيه ازاي. فعشان كده فكره الفيزيبيليتي لازم اشوف هعرف اجيب الفيزيبيليتي برضه العيانين، هعرف اجيب عيانين ولا لا. يعني ما اجيش اقول هعمل ترايل على المرض الفلاني، والمرض ده انا بشوف حاله كل سنه، وانا حسبت السامبل سايز انا محتاج حوالي 40 عيان. لو بشوف حاله كل سنه يبقى الحمد لله البحث ده يخلص بعد 40 سنه، يبقى الورثه اللي هيكملوه. لا طبعا، يعني خدت بالك انا اخترت روماتويد ليه؟ لما قلت الموست كومن انفلاماتوري ارثرايتس، وعندنا حالات كتيره. يعني دايما لما حد بيجي عندنا بقول له انت تشتغل معانا في روماتولوجي، نصيحتي في الابحاث احنا عندنا حالات بيست كتير، حالات روماتويد كتير، حالات لوبس، حالات سيستميك وهكذا، عشان برضه ما يتزنقش في مثلا محتاج سامبل سايز هو مش عارف. وخصوصا السامبل سايز دي مهمه عشان البحث يبقى ريبريزنتاتيف. ما نجيش اقول انا اشتغلت بحث على اربع عيانين، لا ده مش هتبقى عينه ممثله، مش ريبريزنتاتيف. يبقى تنشر كيس سيريس، الكلام ده اللي قلنا ان هي تعتبر ويك ايفيدنس اصلا. لكن مش معنى بقى الفيزيبيليتي ان انا اقلل الميثودولوجي. زي ما قلنا بقى انا الامكانيات الماديه معايا قليله. طب احنا كنا حاسبين السامبل سايز 200، بص احنا هنشتغل على 50 عيان. لا طبعا، انت كده هتقلل الباور بتاع الريسيرش. انت قال لك السامبل سايز المينيمم 200، ما ينفعش تشتغل على 50 كده، الشغل بتاعك مش هيبقى فاليد، الباور بتاع الاستادي هتبقى ضعيفه جدا، وديها تبقى مشكله. خلاص، فلازم نخلي القصه بالنا من القصه دي. هتلاقوا شغل بقى لما تيجي تمارسه. يعني احنا ما كنا بنشتغل في شغل في لابس
في حاجات بتحتاج تتخزن في ثلاجة ماينس 80، طب احنا بقى هنلاقيها فين وبتاع. فلازم النقط دي تكون حاسمها قبل ما تبدأ تشتغل البحث. خلاص عفوا. طيب انا هعمل تيست للدراج افيكاسي. الدراج افيكاسي دي بقى انا مش هتكلم فيها عشان دي هتاخدوها في ستادي. طيب دي لازم، مش هينفع تعمل بقى ريترو جريد، لا الافيكاسي يبقى راندومايزد كنترول ترايل. طب هل انا بقى معايا امكانيه ان انا اعمل راندومايزيشن واعمل بلاسيبو واعمل كده؟ لا، احنا ما اشتغلنا في الترايل شغل التوثيق وشغل، يعني محتاجين تيم كبير عشان تعمل ترايل. الحاجات المهمه في الفيزيبيليتي الاكسبيرينس، زي ما قلنا يكون عندي الخبره الكافيه عشان ما اجيش في الاخر اشتغل الشغل يطلع عك ويقول لك انا الشغل بتاعي طالع مختلف وفي لا، مو عشان حضرتك ما اشتغلتش بالخبره الكافيه. طيب ال- 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 النقطه الثانيه الاي انترستنج، لازم السؤال يكون انترستنج لمين؟ للمجتمع الطبي، ان ما ينفعش اجي اشتغل في حاجه مش هتفيد الناس. يعني ما بقاش مثلا انا قلت بحل مشاكل البيئه، لكن ما يجيش مثلا اقول احل مشكله مثلا ايه استبيان عن مش عارف ايه خاصه ب مركز مش عارف كفر ابو طشت مثلا، كفر مش عارف اف بني سويف، ولا ما هو برضه دي حاجه فيري لوكال مش هتفيد المجتمع، مش هنشرها. دي هتفيد في ايه؟ الا بقى لو انا عملت منها ليتريتشر ريفيو وعملت كده. فنخلي بالنا قوي لما يكون سؤال بحث سبيسيفيك، ما تبقاش سبيسيفيك قوي عشان تبقى قابله للجنراليزابيلتي للتعميم. ومهم قوي ان السؤال البحثي يكون انترستنج لي انا. ليه؟ لان زي ما قلنا، انا بقولها في بالبلدي، البحث زي الجواز، ونقول التخصص زي الجواز، حد هيفضل معاك سنين. اوعى تاخد تخصص في الشغل ما بتحبوش، او تختار موضوع بحث تقيل عليك وبتاع، لان فعلا في ناس خدت مواضيع مش حباها عشان حست ان هي في الاخر ما كملتهاش. مثلا ده بحث هيفضل معايا سنه سنتين ثلاثه، فلا محفظوكم اختار حاجه تكون انترستنج ليك وانترستنج للمجتمع الطبي. الحاجه الثالثه ودي مهمه جدا، نوفل، ان يكون فكره جديده. ما قلنا ما جيش يعني ايه بيقول لك نحرد في المحروط وعيد اللي متعاد، لا يعني اسوء حاجه يقول لك ايه، تلاقي بعض المشرفين اختار موضوع الرساله، اعمل ايه يا دكتور؟ دور شوف رساله معموله واعمل زيها. يعني ايه ده؟ انت كده ضربت النوفيليتي يعني في مقتل. تقول له معموله اعمل زيها، يبقى هي مش نوفل. خلاص، فدي نقطه مهمه جدا، ان واحد لازم. طب ايه الحل عشان النوفيليتي بقى؟ ان انا اعمل ليتريتشر ريفيو كويس واتاكد ان الحته دي فيها نوليدج جاب. خلاص، فمن فضلك اعمل ليتريتشر ريفيو وطلع النوليدج جاب. طيب يعني لو حاجه اتعملت قبل كده ما ينفعش اعملها؟ لا، مش معنى كده، بالعكس. انا اشوف حاجه قريت وفي الليتريتشر في استادي اتعملت على الموضوع ده، بس وانا بقرا لا، ده في الاستادي ليميتيشن ان السامبل سايز كان قليل، ان هم كانوا المفروض يعملوا سي تي وعملوا الترا ساوند بس طب ما انا ممكن اعملها واعملها في سي تي. خلي بالكم هي القصه في كده، انا بس عشان ما حدش يفهم كلامي، اللي معمول ما يتعملش لا، او هو قال لك احنا عملنا البحث ده في اليابان وعايزين نعمم وهكذا. زي ما خدتوا بالكم، زي ما قلنا في الجايد لاينز بتاع الاياكي كان فيري لو ايفيدنس، طب ما انت بقى ممكن انت لان ايفيدنس ضعيف، طب ما انت اشتغل. وممكن مثلا هو كان فيه اربعه ترايلز والسايز كيب قليل، انا هعمل استادي بتاعتي هتقوي الفايندنج ده. فنخلي بالنا من النقطه دي، او الشغل اللي اتعمل بره زي ما كان دكتور زهر بيتكلم وما اتعملش في مصر وهكذا. انا احنا مثلا في النوليدج وبراكتس اتيتيود بتاع الانافيلاكسس ده، دي احنا دي جبناها مشكله من الواقع، حالات كتيره بتجي لنا بانافيلاكسس، وللاسف عشان تاخير في اعطاء الادرينالين والتشخيص حالات بتموت او ولما بحس انا في ناس اشتغلتها في دول تانية، بس ما حدش كان شاف الفيزيشن اويرنس في مصر، فدي كانت حاجه نوفل. نخلي بالنا من النقطه دي، ان يفضل مش قصه بقى انا اسف شوف حد اشتغل حاجه واعمل زيها، دي حاجه وحشه جدا. لا بالعكس، انت شوف فكره جديده. طب دي فكره جديده انا شايف ان فيها مشكله، اتاكد من الليتريتشر ريفيو. اصلا الحاجه المهمه بقى الريليفنس، طبعا لازم يكون ايثيكال، يعني ما ينفعش يكون في مخالفه طبعا. والايثكس دي يعني ده سيكشن كبير ومحاضرات كتيره. الريليفنس ان لازم اتاكد ان هو ليه سيجنيفيكانس، الموضوع اللي هيفيد التخصص، الموضوع اللي هيضيف حاجه للنوليدج جاب. خلاص، طيب يعني ايه بقى؟ برضه اوضح، انا محتاج ان انا اشوف عشان فورمولات مشكله بحثيه تكون في السبجكت اوف انترست بتاعتي، ويكون انا محتاج عندي خبره
في الحته دي والريسيرش ميثودولوجي. يعني مثلا في زملاء اشتغلوا على الموضوع ده الريت اوف سيزيريان سكشن ان ايجيبت. تتخيل انا كاحمد يحيى عملت البحث عن الموضوع ده، طب انت مالك انت اصلا، انت راجل بتاع بطنه ومناعه وروماتيزم، اللي خليك تعمل القصه دي؟ برضو مش تخصصي ومش مش هعرف، مش هتفيد. وانا هاجي انشرها طبعا، انشرها في مجلات ايه ولا نخلي بالنا من القصه دي. طيب تشوفوا مثلا دي امثله لبعض الاسئله البحثيه، وشوفوا دي حاجات اتنشرت وحاجات هايلي سايتد يعني وحاجات كويسه. هل الاستريس الستريت لايت الزائد ممكن ياثر على الكواليتي اوف سليب؟ كانت منشوره في حاجه كويسه جدا وفكرتها سهله خالص. هل الاستراكشر ايدوكيشنال بروجرامز ليها بوزيتيف امباكت على البريفنشن للدايبيتيك فود كومبليكيشنز؟ دي كانت اول بيبر نشرتها، ان لقينا الموضوع عندنا في مصر ان في قص حالات كتير بيحصل لها امبيوتيشن او باتري يعني للدايبيتيك فود. طب ولقينا، طب هل لو احنا عملنا برامج لتعليم المرضى هتفيد؟ ولقينا فعلا انها بتجيب نتائج كويسه جدا. يبقى القصه ما يكفيش النصيحه العابره من دكتور السكر او من دكتور الجراحه، لا ده محتاجين نعمل برامج توعيه وتعليم، وبتفرق وبتحسن الريت اوف امبيوتيشن وبتحسن الدايبيتيك فود. طيب هل الهيلثي دايت بتمبروف السليب كواليتي؟ دي كانت بيبر 12. هل الستودنت ريزننت افكت الاتشيفمنت؟ دي سبحان الله دي انا كنت حاططها ولقيت الدكتور نزار بيتكلم فيها. هل فعلا سكن الطلاب بيأثر؟ يعني ودي يعني فرضيا كنت مثلا نفترض ان اللي بيجي من اماكن بعيده وبيقضي وقت في المواصلات ده ممكن ياثر على الاتشيفمنت بتاعه ولا؟ فدي فكره بحثيه سيمبل جدا، ان احنا نشوف الطلبه ونقسمهم دول من قريب من الجامعه ودول بعاد عن الجامعه، ونبدا نشوف الاتشيفمنت بتاعهم والسكورنج. افكار سهله جدا مش هتبقى مشكله خالص. يعني مش لازم اجيب بقى سؤال في الفيس في السندروم، مفيش حاجه اسمها يعني حاجه نادره واشتغل على جينات لا مش لازم الكلام ده خلاص. يعني احنا مثلا الجينومكس الجينوم وايد والحاجات دي بتبقى محتاجه فرق بحثيه على مستوى الجمهوريه، نبدا نجمع داتا والكلام ده محتاج شغل كتير. طيب الريسيرش كويشن بقى، في بعض الحاجات احنا ان شاء الله ربنا نخلص. إيه هل الافضل يكون سيمبل ولا كومبلكس؟ الافضل طبعا يكون سيمبل عشان يتفهم. دايما بلاش الكلكعه في الكتابه والكلكعه في الصياغه، دايما يقول لك كيس كيب ات سيمبل، تكون سيمبل خالص، بلاش اللغه المعقده. الجمله الطويله اللي انت كاتبها في ثلاث سطور قسمها على جملتين ثلاثه. فبرضه السؤال البحثي لو كومبليكيتد قوي قسمه على كده في البحث خلاص. يعني مثلا نقول is this drug beneficial in rheumatoid؟ خلاص. طب ان بينيفيشال في ايه يعني؟ لا وضح اكتر. is this drug more effective than placebo؟ مش هعملها في ترايل، انا اقارنه بالبلاسيبو. in achieving تريد تو تارجت استراتيجي، دي من الاليات الجديده اللي بنقيس بيها، انا هقيس انه بيوصلني للتارجت بتاعي اسمها تريد تو تارجت خلاص. ولا طب انا هشوف السيفتي، هل الدواء سيف زي البلاسيبو؟ انا في الافيكاسي لازم اكون احسن من البلاسيبو، في السيفتي يا ريت ابقى زي البلاسيبو. البلاسيبو اللي هو العلاج بالوهم اللي هي تعتبر حبوب نشا مثلا بالبلدي، يعني عشان مش فيش وقت نشرحها. ف is this drug more effective than placebo in reducing cardiovascular events associated with rheumatoid؟ لأ ده انا بتكلم في حته تاني، مش انا بدي عيانين الروماتويد وعايز اشوف هل الدواء ده قلل الكارديوفاسكولار ايفنتس والاسكيميك هارت والكلام ده. فنخلي بالنا الموضوع ده مهم جدا. طيب تعالى بقى نطبق الفاينر مثلا على السؤال ده. gastric mucosal changes in connective tissue disease، ده كان في سؤال بحثي، وللاسف ده يمكن كان سؤال انا في الماستر قبل ما الواحد يبدا يتعلم، للاسف كان هو عنوان اخترته والمشرف قال لي اشتغل طب وانت في الاخر انا لقيت نفسي عمال بجمع. طبعا للاسف عشان كده بقول لكم في حاجه يمكن انتوا تعلموا البحث، الواحد او خد رساله الماستر وساعتها ما كانش لسه في نشر دولي على ايامنا، اشتغلتها وحطيتها في الدرج بعد المناقشه ولا حد ولا افادت البشريه ولا بتاع، خدت بيها درجه وخلاص. بس لا ده كان زمان. طب وانت جاستريك ميكوزا تشينجز، خلوا بالكم كونكتيف تيشو ديزيز دي لامراض المناعه كلها تقريبا. طب انت ليه السؤال مبهوأ كده؟ طب الجاستريك انت ايه الفرضيه اللي عندك وانت بتعمل ايه؟ للاسف يعني ده كان الشغل للاسف وموجود عند ناس كتير الى الان حاجات زي كده خلاص. فمهم جدا انا اصلا طول ما انا شغال بولد اسئله بحثيه خلاص، لكن هو الاهم ان انا افورميوليت بطريقه تقنع اللي قدامي انه مهم خلاص. يعني ايه؟ هو يقول لك جاستيفاي في الانترودكشن انت ليه عملت البحث ده؟ اقنعني ايه اهميته؟ فدايما الفورميوليشن والجاستيفيكيشن مهم جدا
عشان اقنعك انك عملت وصرفت، بالذات لما يكون عندك حد فند هيديك فند اقنعه انا ليه اصرف فلوس في البحث ده، او في لما تيجي النشر لازم يكون فيه فكرة. طيب يعني تخيل مثلا اقول لك عندي فكره بحثيه، تقول له ايه بقى؟ لازم تشوف الفكره دي. يقول لك الانتي بايوتكس ار افكتيف ان اكيوت اوتيتس ميديا في الشيلدرن، برضو ماشي عندي دي فرضيه. طيب في الاكيوت اوتيتس ميديا الانتي بايوتكس، طب معلش انتي بايوتكس طب ما دي كتيره، ما تخليك مور سبيسيفيك. قالك طب خلاص انا هشتغل على الاموكسيسيلين. طب ما هو برضو التشيلدرن دول من يعني من اول الولاده لحد سن 18، طب ما تحدد البوبوليشن اكتر، هشتغل من سن سنتين لست سنوات. خلاص فبدات الفرضيه الاموكسيسيلين از افكتيف ان اكيوت اوتيتس ميديا ان تشيلدرن هو ار بتوين 2 اند 6 ييرز اوف ايج. طب انت هتثبت الافكاس ازاي؟ لازم يكون فيه بلاسيبو. افكتيف كومبيرد في البلاسيبو. طب افكتيف في ايه؟ هل هو في الاوتيتس ميديا عين جايب التهاب في ودانه انه بيقلل البين، ولا بيحسن ان الريزوليوشن في عدد ايام اقل، ولا ايه؟ قال لك لا، ان الاموكسيسيلين از افكتيف كومبيرد تو بلاسيبو ان ريديوسينج بين ان تشيلدرن من سنتين لست سنين with initial episode of otitis acutis. ده في النوبة الأولى من الأكيوت أوتيتس ميديا. شوف بقى الإفكاسي في إيه؟ في قياس البين، أنا أقلل الألم. خلاص كده إيه؟ وضحت. فدايما the more specific the better، كل ما تبقى محدد تبقى واضح. وآخر بقى مع نقطة هنقولها، أنا عرفت أي سؤال إزاي؟ final criteria. طب أصيغ السؤال إزاي بقى؟ لازم الأول عشان تقسمه حط حاجة اسمها البيكو أو البيكوت كريتيريا. إيه بقى؟ البي بوبوليشن، مين البوبوليشن أنت هتشتغل عليهم؟ زي ما قلنا أنا هنا هشتغل على الأطفال، أطفال من سنتين لست سنين، البوبوليشن أو البيشنت. طيب الأي الانترفينشن اللي أنت هتستخدمه، أنا هدي هنا أموكسيسيلين، أنا بقيت محدد أنت بقيتك بقى قلت لأ أموكسيسيلين. طب السي كومباراتور هقارن بايه؟ انا هقارن بالبلاسيبو، هقارن بالبلاسيبو. احيانا بعض الترايل بقارن بالعدم بان مش هدي حاجه، وده مش صح، لان البلاسيبو افكت نفسه لازم ان انا ادي حاجه حبايه قصاد حبايه عشان احيد البلاسيبو افكت. دي هناخدها ان شاء الله في الترايلز يعني. فالكومباراتور هنا البلاسيبو، هقارن اموكسيسيلين بالبلاسيبو. طب الاو اوت كم هتقيس ايه؟ ريديوسنج بين. فكده احنا خدنا في روماتويد ان انا اوصل التريت تو تارجت، فانا الاول اوت كام ريديوسينج بين. احنا بقى ناس يقول لك التي حدد التايم، بتقول مثلا ان بي ان بوب ان تشيلدرن من 2 ل 6 سنوات هاو داز اموكسيسيلين كومبيرد تو بلاسيبو انفلونس البين ديورنج انيشال ابيسودز اوف اكيوت اوتيتس ميديا. او انا اسف هنقول الاكيوت تشيلدرن وذ اكيوت اوتيتس ميديا فوق، وانا مثلا اقول في during مثلا first two days. خلاص وادي اكزامبل مثلا in patients aged 65 years and old، هنشتغل على الجيرياتريك كبار. How does the use of influenza vaccine ده الانترفينشن compared to not receiving the vaccine، ده الكومباراتور مش هدي له فاكسين. influence يؤثر على الريسك اوف developing نيومونيا، الاوتكم كام واحد هيجي له نيومونيا وهكذا. during the flu season ده التايمنج اثناء موسم الانفلونزا. طيب فده البيكو، population intervention comparator outcome والتايم. طيب انا عندي فرضيه ان السموكينج بيعمل لانج كانسر، هعمل ايه بقى عشان اجاوب السؤال ده؟ population والانترفينشن، انا هجيب عيانين واديهم سجاير الانترفينشن. خلاص اقول له هدي ناس تدخن وناس مش هتدخن. طبعا الكلام ده كلام فاضي، ده ان ايثيكال، مش هينفع عدي العيان انا سجاير واقول ده انترفينشن، ليه؟ مش مقبول. طب ما انت قلت لي البيكو بي اي سي او، قال لك لا في حاجه اسمها البيكو بي اي سي او. ايه بقى؟ في الستاديز اللي ما فيهاش انترفينشن اللي هي الاوبزرفيشنال، هنخلي الاي اي اللي هي الاكسبوجر، العيانين اللي تعرضوا للتدخين، ده الفاريبل بقى. وانا هاجي ريتروجريد واشوف مثلا، اشوف العيان اللي تعرض للتدخين ولا فابدا اشوف الايه اكسبوجر، يبقى انترفينشن انا اللي بعمله، اكسبوجر انا بلاحظه هو العيان اللي اتعرض لكذا. طب تعالى بقى التطبيق بقى على البيكو.
قلنا does the administration، ويا ريت بقى حد يرفع ايده ويجاوب، يعني does the administration of pain، عايزين نطلع ال PICO او ال PECO. اول سؤال مين معانا؟ does the administration of pain medication at time of surgical incision بيقلل ال need of pain medication 24 hours after surgery؟ مين يجاوب؟ افتح المايك ويقول. أسماء اتفضلي. السلام عليكم. هنقول الـ population هيكون الـ patient اللي هيتعرضوا على الـ surgical incision. الـ intervention هو الـ administration of, of pain medication at the time of surgery. والـ comparator اللي هو ثانية. الكمبيوتر ان هو ما ياخدوش ال بين ميديكيشن اثناء السيرجري. والاول احنا هل هيحتاجوا بين ميديكيشن خلال 24 اورز ولا لا؟ هايل هايل. يبقى انا هي الفكره البحثيه شاطره دكتور اسماء، ان انا دلوقتي البوبوليشن اللي هم داخلين السيرجيكال انسيجن، والفرضيه ان انا لو هدي الانترفينشن اللي هو هدي بين ميديكيشن اثناء السيرجيكال انسيجن، خلاص الكومباراتور ان انا ما اديش، والافضل بقى يا ريت ان انا ادي بلاسيبو، او لو العيان بقى متخدر خلاص ومش هيعمل، يبقى كده احنا حيدنا البلاسيبو. الاوت كام ايه بقى؟ احتياج العيان للبين ميديكيشن 24 اورز افتر سيرجري، بقيس عدد حبايات المسكنات اللي هياخدها بعد الجراحه، ده الاوت كام واضحه خالص يعني. وهنا اخترنا اي بقى ان ده انترفينشن، انا هدي بايدي البين ميديكيشن. طيب What maternal factors are associated with obesity in toddlers؟ ايه رأيكم؟ حد يحب يشارك؟ السؤال هنا ايه؟ لو ملاحظين واسع شوية ولا لا؟ واسع. ليه؟ لأن دي ده أحيانا في أسئلة تبقى اكسبلوراتوري، أنا لسه مش عارف، لاحظنا إن في مشكلة سمنة في الأطفال الصغيرين. فلسه مش عارف، هبدا احط فرضيات، هبدا اعمل سكريننج، وده بيسميه اكسبلوراتوري. بعد كده ابدا اطلع لقيت احتماليه 1 2 3 ابدا اخد منها ايه؟ افكار بقى لابحاث اخرى، فده بيسمى حاجه تبقى واسعه في الاول، ده كواليتيتيف. بعد كده ابدا اشتغل بقى، ابدا اشوف مثلا افترضنا ان الاكل اللي الام بتاكله اثناء الحمل، هبدا اعمل بقى كوانتيتيف ستاديز واجيب امهات بتاكل اكل صحي وامهات ما بتاكلش اكل صحي وابدا اشوف. فانا في الاول ده اكسبلوراتوري، عشان كده ده ممكن ما تلاقوش فيه البيكو كريتيريا. عايز اقول ان في النهايه برضو مش لازم تبقى كل الايتمز موجوده، ده في اول سؤال اكسبلوراتوري. بعد كده انا مثلا زي ما قلنا تدخين الامهات ممكن يكون ريسك فاكتور اوبيستي، فابدا اشوف بقى ساعتها، او الام اللي بتاخد كورتيزون اثناء الحمل فابدا اشوف بقى ساعتها البوبيوليشن الامهات اللي بتاخد كورتيزون ده الاكسبوجر الامهات، وادي الاكسبوجر كورتيزون اكمبير بالامهات ما بتاخدش كورتيزون، واشوف الاوت كام اللي هو الاوبيستي في التودلرز. فده نخلي بالنا سؤال واسع عشان بطلع منه افكار بعد كده. طيب السؤال الاخير بقى حد يجاوب، از يوجا از افكتيف از تراديشنال فيزيكال ثيرابي ان ريديوسينج الانفيديما ان بيشنتس هو هاف هاد هيد اند نيك كانسر تريتمنت؟ نور الدين اتفضل. السلام عليكم، اسمه سفركي اتفضل. اولا نور الدين ابو دان، طالب طب بشري في السنه الثالثه بجامعه حلب. البيشنتس ان اللي معهم الليمفيديما، اللي بيعانوا من الليمفيديما، الانترفينشن اليوغا، لا الليمفيديما بعد الهيد اند نيك كانسر تريتمنت، دول العيانين. تمام. انا بتكلم على العيان، انا مش الليمفيديما، لا دول انا بتكلم العيانين، هم العيانين اللي عندهم هيد اند نيك كانسر وخضعوا لتريت. تمام، دول بوبوليشن. تمام. الانترفينشن هي اليوغا، الكومباريسن هي التراديشنال فيزيكال ثيرابي، ايوه، الاوتكم هي الريدكشن الليمفيديما. اكسلنت. يبقى زي ما قلنا البوبوليشن هاي يا دكتور نور الدين،
البيشنتس اللي كان عندهم هيد اند نيك كانسر تريتمنت، الانترفينشن الايه اليوجا، الكومباراتور تراديشنال فيزيكال ثيرابي العلاج الطبيعي التقليدي، الاوت كام اللي بقيسه الليمفيديما في العيانين دول هل هتقل ولا لا. طيب كده احنا هنطبق على نفس الافكار دي فاينر، بس نخلي بالنا الفاينر بقى محتاج ايه زي ما قلنا بقى افكر فيها، فيزيبيليتي، انترستنج، نوفل، ايثيكال، وريليفانس. طبعا دي بقى هتبقى محتاجه ايه زي ما قلنا فيزيبل امكانيات انا بقى في تطبيق البحث والكلام ده، وهو انترستنج ولا لا ليا والمجتمع البحثي، ونوفل دي لازم عشان اطبقها اعمل ريتشر ريفيو وانا في تخصصي والكلام ده، لا مش هبقى شغال في حاجه مش تخصصي، وهل هو إثيكال ولا لا دي مثلا بالنسبه لي ما فيهاش مشاكل اخلاقيه وطريقه تطبيقها الميثودولوجيا تبقى مهمه والريليفانس للمجتمع. فدي يعني دي بس ايه دي بقى تبقى مهمه جدا في اختيار السؤال. لسه مثلا كانديت عندنا وبعتت لي بعض الاقتراحات عشان هتبعتها للمشرف فبتاخد رايه، قلت لها لازم الاول تشوف الفيزيبيليتي بالنسبه لك وامكانياتك والنوفيليتي، ابحثي في الليتريتشر كويس جدا قبل ما تبداي بروتوكول وتكتشف ان الموضوع قتل بحثا. خلاص طيب دي نقطه لاحظناها مثلا ان بعض الخريجين not interested in certain specialty، ان في سبيشاليتي الناس بتعزف عنها دي ممكن تثير بقى هل بقى المشكله في ايه، دي بجد نقطه بحثيه مهمه مثلا. طب ليه التخصص الفلاني عندنا في الجامعه الفلانيه ان الخريجين ما بيقبلوش عليه، ده اصلا يثير بقى عندك انك انت دي فرضيه ان مثلا هل بقى مثلا في مشكله في شغله في سوق العمل في معامله الاستاف في كذا في كذا في كذا، وتبدا تطلع منها بقى فكره بحثيه تشتغل عليها. بس خلي بالك ما تبقاش المشكله انت مثلا تشتغل على جامعه بني سويف بس، ما دي حاجه او قصدي هل هتفيد المجتمع، انت بتتكلم على حاجه في كل التخصصات قصدي في كل الجامعات ولا عندك بس. فاللي انا اقصده دايما محتاجين توازن ما بين ان السؤال المباهوة قوي او السؤال سبيسيفيك قوي. المباهوة قوي مش تعرف تجاوب ونتائجك مش تبقى مظبوطه خلاص مش هتطلع شغل حلو، والسبيسيفيك قوي ممكن ما تعرفش تعمله جنراليزابيلتي. فدايما انت خليك في الوسط ما بين الهايلي سبيسيفيك والجنرال كويستشن. فدايما زي ما قلنا السايكل اوف نوليدج بتبدا بسؤال وبتنتهي بسؤال، فابدا. ومهم قوي ان لازم انك انت لما تبدا تشتغل دايما في فريق، بالذات لما تكون انت في الاول اشتغل تحت دايما معلش انا بقول اي علم النوليدج سهله موجوده دلوقتي اونلاين، بس الخبره محتاجه انك تشتغل تحت اسطى بجد، في اسطى حد كبير تتعلم منه، حد استاذ تاخد خبرته وحد. فمهم قوي يعني انتوا عندكم ما شاء الله الاساتذه والناس الاكبر منكم موجودين وشغالين ربنا يكرمهم تعلموا منهم. اتمنى ان احنا نكون خرجنا بالخلاصه ان السؤال البحثي لو بدا غلط يبقى كل النتائج هتبقى غلط، هو البدايه ان فساد الانتهاء من فساد الابتداء، اي انحراف بسيط واي خلل في السؤال هيبوظ لي الريسيرش ميثودولوجي، هيبوظ لي الاستدي تايب اللي انا هشتغله، هيطلع لي النتائج غلط وهيطلع لي كونكلوجنز غلط. فلازم اختار السؤال من كويس خالص، وقلنا السؤال هبدا من جنرال لسبيسيفيك لحد ما اوصل للنقطه اللي انا هشتغل فيها. خلاص السؤال كويس ولا لا اقيسه على فاينر، فاينر از فاينر، ان عشان يبقى السؤال كويس يكون فيزيبل انترستنج نوفل ايثيكال وريليفنت، وهبدا اصيغه بقى هعمله فورميوليشن بعد ما اتاكدت انه في فاينر، هصيغه على البيكو بوبوليشن انترفينشن لو هي ترايل، لو مش انترفينشن هيبقى ايه اكسبوجر، كومباراتور هقارنه بايه الاوتكم، ولو في وقت محدد اختار التايمينج. ما ننساش لازم السؤال يكون في خدمه المجتمع، ما مش قصه ان انا انشر وخلاص، لازم حاجه تفيد بيئتنا وتفيد بلدنا وتفيد جامعتنا. ومعلش اليوم كان طويل النهارده وبعتذر لو طولت، وجزاكم الله كل خير. احنا لما اعتذر ترحمت لحضرتك يعني احنا تعبناك وارهقناك بصراحه يعني، ويعني انا دايما اقول كده حضرتك انت السهل الممتنع بجد والله، انت بتخلي اصعب حاجه في البحث العلمي اسهل حاجه في البحث العلمي. ربنا كده يكرمك ويجازيك خير يا باشا والله. ده انا سعيد والله ان مع حضراتكم وحضرتك زي ما حضرتك حضرتك كان ليك بصمات في المحاضره دي، فربنا يبارك في حضرتك ويجعلك في ميزان حسناتك ويبارك للشباب في الاساتذه اللي زي حضرتك يعني، والزملاء الطلاب المنظمين للايفنت جزاكم الله خيرا جميعا يعني. بشكر على فكره دكتور محمد الخمس طلاب اللي هم عاملين كل الشغل ده من الباتش اللي فات
يعني وفي الله. منهم ثلاثة بيمتحنوا دلوقتي بكالوريوس في سنة خمسة. ما شاء الله ربنا يكرمهم والله. ما هو دي بقى رسالة جيل بيسلم جيل. ما هم دول الأمل فيهم والله يا دكتور محمد، زي ما أنت عارف أنت حضرتك تعاملت مع كل الليفلز، هم الأمل في دول إن شاء الله بدون مقاطعة. صحيح صحيح، ربنا يكرمك يا دكتور. شاكر لحضرتك جدا ربنا. شكرا دكتور احمد يعني، واسفين على ازعاجك. ولو في كده يا جماعه يعني ادي خمس دقايق بس اسئله، خمسه بس دقايق عشان ايه الوقت بس بتاع دكتور احمد. يلا تفضل شوفي مين اللي هيسال. احمد محمد سيد. دكتور احنا نبدا نعمل الريسيرش كويشن من الوقت ولا نستنى لما الكورس يخلص؟ لا انتوا برضو خلوا السايكل تكون كاملة، لان برضو انتوا يعني المفروض بقى الدكتور نزار كان بيقول هيبقى فيه فرق، فدي برضو انتوا المفروض هتبدأوا تطبقوا ستيب باي ستيب، بس دايما ما تستعجلوش. وشوف بقى حسب الاسكيديول الاساتذة هيمشوا عليه في الوحدة، بس خلي بالك كل ما تتعلمي حاجة اكتر في الاستادي تايبس هتعرفوا بقى قصة انترفينشن واكسبوجر، وتعرفوا الهيراركي بتاع الايفيدنس ده كله. يعني احنا قلنا كوهورت، يعني ايه كوهورت؟ يعني ايه كيس كنترول؟ يعني ايه راندمايز كنترول ترايل؟ فدي كلها طول ما احنا ماشيين الدنيا بتوضح اكتر. ده بقى يبقى حسب تقسيم الفرق البحثية مع الاساتذة عندكم يعني. تمام شكرا. وممكن برضو انا برضو كان باب التوضيح، هم طلبوا مني assignment وانا لسه ما ظبطتوش، فمثلا هيبقى من الassignment مثلا ان ممكن مثلا هبعت لكم بيبر وانتوا تشوفوا السؤال البحثي وتطبقوا عليه الفاينر والبيكو، بحيث ان انتوا تشوفوا. فده مثلا كيبقى كتدريب، ده يبقى كassignment، لكن برضو بقى الشغل بقى ده هيبقى ايه بعد كده في الفرق ان شاء الله. شكرا جدا دكتور احمد. يعني هو فعلا زي ما حضرتك قلت كده، فعلا هي يعني ايه كل شويه الامور بتتضح لغايه لما تحسوا ان ايه ان احنا وصلنا مرحله نبدا بقى. طبعا عمرها ما نوصل ان احنا نبدا واحنا فول يعني، بس ايه يبقى عندنا الاساسات اللي احنا نبدا ان شاء الله يعني. ان شاء الله دكتور، ربنا يبارك في حضرتك. ان شاء الله. بشكر حضرتكم جدا وسعيد بوجودي معاكم. شكرا جدا جدا يعني حضرتك والله دكتور احمد على تعب حضرتك ومجهودك، وربنا يجعله في ميزان حسناتك كده ان شاء الله بدون مقاطعه، ونتقابل في الخير دايما دكتور احمد ان شاء الله. ان شاء الله يا دكتور، ربنا يبارك في حضرتك. دكتور احمد كان في كتير جدا بيسالوا على حضرتك الرابط بتاع لينكد ان بتاعك، لانهم عايزين يتواصلوا مع حضرتك يعني. حاضر يا دكتور، ابعت انا حضرتك ابعت لي انا بقى اخده وانزله في الشات. ابعت لي انا انزله ان شاء الله بالمقاطعه. ماشي. شكرا جدا دكتور احمد يا جماعه، واحنا بصراحه يعني ما فيش اي كلام هيدي قدره وتعبه ومجهوده وحرصه ان هو دايما يزودنا بالعلم بتاعه. شكرا جدا دكتور احمد، وان شاء الله اشوفك في اقرب فرصه باذن الله ان شاء الله. ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام. مع السلامه.